قولي لي يا بيبي. يا ست الناس، يعني خلاص ما فيش فايدة؟ طيب راجعي نفسك. خد يا فزع الشريط ده، اديه للكبير لما يصحى، وروح انت على العربية وانا جاية وراك. لما جاي نابك. هدية، هدية، انت رايحة فين يا هدية؟ وايش الشنطة دي؟ ماشية وسايبهولك، اشبعي بيه. عجبك قوي يا اختي؟ ده انت لسه ما تعرفيش حاجه عن الكبير. انت سمعتيه وهو بيشخن؟ كانك نايمه وجنبك وابور زلط. ده انت حتى تخافي تمسكي شراب من شرباته بعد ما يقلح. طب جربي كده تعملي حاجه غلط وانت تلقي كف ينزل على وشك الجميل ده يعمل لك نيو لوك، ولا اجدعها دكتور تجميل يعدل وشك تاني، ولا حتى المقاولين العرب يعرفوا يعدلوه. وانا عن نفسي سايبهولك، ما هو قالوا لنا زمان الراجل اللي يخون شدي عليه السفون. ما هو ليف الزي ني 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 برضك ليف ني 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 يا ليف الزي برضك ليف ني 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 ست هدية، ست الناس، هملت لك الدار وسابت لك الأمانة دي. اهدى شريط يا كبير، اخطب من وش يا غبي. عزيزي الكبير، عندما تستمع إلى هذه الرسالة سأكون أنا في الميكروباص في طريقي إلى دار أبوي. أما بخصوص موضوع جوازك من السنيورة، فأنا أتمنى من كل قلبي لراجلي اللي كان جوزي إنها تطربق على دماغك ودماغها. روح، أنا فيتك للغزية، تسلت منك هيبتك وتقلعك الجلبية وتلبسك المنطلون والقميص وتخليك تسبسب شعرك وتعمل قصة، ولا انت اصلا ما عندك شعر، وتبقى جوز الست. وختاما بهدي لك الاغنية دي. يعني كنت عايز اقول لك على حاجة بصراحة. انا كمان ما تقل لك شي. يبقى قولي انت الاول، ليديز فيرست معروفة. ما بعرف شو بدي اشرح لك اياها، بس لقيت انه ما رح اعرف اتكيف على الحياة هون. عندك حق، بلدنا حر على الاخر. أنا عملت حسابي، بعدت جبت تكييف 4 حصان. أنت مش فاهم قصدي. أنا قصدي أقول إن أنا مش هعرف أعيش في البلد هنا، وبصراحة ما أقدرش أخد راجل من مراته. وأنا كمان ما أقدرش أخد راجل من مراته. أقصد أقول ما أقدرش أسيب هدية. هي صحيح جاموسة بس بنت حلال وعشرة عمر. معلش يا كبير،
اللي عملته هدية ده عشان بتحبك. انت طيبة قوي يا نيكول، يعني بتدافع عنيها بعد كل اللي عملته معاكي. صدقني ده طبيعي، انا لو كنت مكانها او اي ست في الدنيا كانت مكانها كانت برضو هتعمل كده واكتر كمان. تعرفي اليومين اللي عشناهم سوا دول مش ممكن انساهم. وانا كمان اثروا فيا قوي. كنت عايزه بس استاذنك ان انا اغني في الحفله، حرام يعني الناس اللي احنا وعدناهم. ليه؟ Do it. وادو. يلا بقى. خلي بالك على نفسك ها؟ اوكي. نيكول. ممكن طلب صغير قد كده؟ تعالي يا هدية. خش. شوف جبت لك مين. نورتي بيتك يا هدية. كده تفوتيني الحالة في الدار. ما انت عارفة اني ما اقدرش اعيش من غيرك. انت اللي فوتني الاول. خلاص بقى يا هدية، ما انا قلت لك انه كان متضايق من اللي عمله معاكي، بعدين هو اللي بعتني اجيبك عشان يصالحك. هدية ما تبقيش غديت امال. ما نتعاتبوا قدام الناس ولا ايه؟ ما تاجي ما تاجي نتعاتبوا فوق ها؟ نقفل الباب علينا في الأوضة لوحدينا ونتعاتبوا. ماشي. اهو كده بقى انا اطمنت ان انتوا رجعتوا لبعض. يلا يا هدية خدي جوزك واطلعي فوق. انا متشكرة قوي يعني كول. تقوليش كده. وانا متشكر قوي يا كول. يلا 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 يا بقرة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش يلا مش يلا نجهز الحفلة فاضل لها 3 ساعات. مظبوط هطلع اجهز حالا. نيكول استني، منيح انك موجودة عشان تعرفي شو عم بيصير من ورا ظهرك. خير شو فيه؟ انا ماشي بالسيارة لقيت الاستاذ بيبيع تذاكر واحنا عاملين الحفلة كومبليمو. انت بتسرقني؟ انت ما طلعتش اهبل، انت طلعت مخادع. لا انا اهبل. انت نمس اهبل. انت هدرس؟ انت تعمل كده؟ اي ليه؟ معلش يا جماعه سوري، الغلطه دي عندنا احنا. انا هتصرف معاك يا حيوان. انا اللي هتصرف معاه، انا راح احبسه. لا والله العظيم انا ما عملت حاجه. ده سي توماس. سي توماس هو اللي اداني التذاكر، وده اللي سيدوني بيسلم عليك وبيدلك بيع دول. الكلام ده حقيقي يا توماس؟ او ماي جاد، حقيقي الكلام ده؟ ايوه حقيقي. او ماي جاد. ليه؟ 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 انت ترجع بلدك حالا. انا اللي هرجع بلدي وحالا. نو 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 بليز بليز نيكول، دي اول حاجه اعملها بعد ما بقيت نيو عمده. بجد شكلي هيبقى سيس جدي. مش مشكلتي، انا وافقت اعمل الحفله دي عشان انا بحب مصر ونفسي اغني في الصعيد. انما انت ما تضحكش عليا. روجي عيوني قول للعالم يدب غراضه لانه هلا انا بدي اسافر. نيكول او ماي جاد. لعب عيلته ولا ايه؟ لعلمك بقى أنا عندي فكرة ممكن تخلص الموضوع ده كله في مينت. جوني أشلي حتى أنت هدرس. حطيت لي 4 رجالة على الباب اللي وراني. حصل يا كبير، و4 على القداماني كمان. عفارم طلع لي 2 فوق السطوح، واحد الناحية الشرقية وواحد الناحية الغربية. غير العشرة اللي فوق؟ أيوة. أمر جنابك. أمنت كل مداخل ومخارج البلد. حصل يا كبير. اديت لكل راجل فيهم سلاح. حصل يا كبير. جبت لي اسطوانة فيفا 2010. ملقيتش يا كبير. بوه وأنا معرفش أتكل عليك وصل. ماني لو بعت راجل كان زمان وجابها. يمين بالله يا كبير لفيت عليها بكل مطرح ملقيتش. لقيت نسخة مضروبة. والله ما يرضنيش جنابك تلعب بالبرشلونه من غير ديفيد فيا وسافي الونسو. عامل لي فيها فابيو كابيلو، وانت اللي حاطط التشكيل ولا ايه؟ العفو جنابك. ورايا كبير اديه نص جوني بيه. بيه ورايا. امر جنابك. بو قلبيه قال رجاله
اسمعوني زين يا رجالة، عاوزكم تلفوا المزاريطة حتة حتة، لو حد فيكم لمح القط يطخوا طوالي ومسكوا العيال تحت 18 سنة سنج وتحت 10 سنين مطاوي. بوه القط فزاع ازرق. مبروك يا كبير. ايه يا كبير؟ ينفع ادخل عليك نصك من غير ما اقول لك دستور او واتساب؟ بلا نصك بلا نصي، انسى الابديه لحد ما نقبضوا على القط. القط؟ بوسي كات الكبير بيخاف من القط وفالح بس طول اليوم تقول لي يا بسكويتي. بس يا دي فرفور انت بس يا رجاله. امرك يا كبير. روحوا نفذوا اللي اتفقنا عليه، مش عايز خرم ابره يعدي مني حاجه. يلا. وانا يا كبير هعمل ايه عاد؟ عملك اسود ومهبب، اطلع منين دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عمو عمو واتس جوين اون؟ ها؟ ايه الحوار؟ حمار مين؟ حمار ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ اه انا خابر، هو بيعمل كده ليه؟ هو كده كل ما يشوف خلقتي يركبه متعفريت. مش قصدي عليك، انت مش مهم دلوقتي، انا بقول لك ايه اللي بيحصل؟ ايه سامع بيقول قط ونط وفط؟ اصل القط طلع من لومان النهارده. لومان؟ لو واطي راجل واطي يعني؟ اللومان يا بيه السجن. سجن؟ هو انتوا بتدخلوا القطط السجن؟ لا القط ده مش حيوان، ده بني ادم كان بطل وجه قبلي في الملاكمه ومدخل السجن. طب وده ماله مالك كبير؟ لا دي حكايه قديمه قوي، اصل كان له تار بايت عند الكبير قوي. طار؟ يعني ايه طار؟ طار يعني ريفنج. اوبس. طب مش المفروض الطار ده ينتهي بموت الكبير قوي؟ لا ده ما بيخلص، بعد الكبير قوي ما مات بيجي لازما على عزام القط ياخد بطاره من ولده يعني اخوك الكبير. طب افرض مات موتة ربنا، يعني اتقلب بيه ميكروباص وراح يصيف مثلا. تفضل العجله دايره كده لحد ما يموت حد من عيلتكم على يد حد من عيلته. لا دي سبهلله. لا ريلي سبهلله، يعني لازم يضحي الكبير ده بقى ونخلص من الموضوع ده. طب هو معلش، هو انكل الكبير قوي كان عليه الطرد ده ليه؟ دي حكاية طويلة قوي أحكيها لكم. صلوا بينا على النبي. من زمان زمان قوي قوي، في يوم أغبر ما طلعت دوش سمس. يا عم جابر، هو أنت الحكاية اللي بتحكيها دي فيها ناس بتموت وجن وعفاريت؟ لا يا ابني ما تخافش عادي. أمال حضرتك بتأفور ليه؟ ما تحكي عادي. حاضر ماشي. زمان في يوم حلو والشمس كانت طالعه دوش بوه، دي هتعمل دوش يجيلك في 5 دقائق يا قط. لو قرصت الزهر تاني ليلتك حتبقى مطيه نبطيه. انا ما بقرص يا كبير. دوش كمان براحتك. شوف الزرافه اللي هناك دي. فين؟ ومن ساعتها بيجي بناتهم طار ولازما ياخدوا حد من عنديهم، وحلف عزام ولده انه ما حد ياخد طار ابوه غيره وبيده. والمصيبه انه طلع النهارده من السجن وجه على البلد، وتوته توته فرقة الحدوتة حلوة ولا ملطوطة؟ هي من ناحية ملطوطة فهي ملطوطة على الآخر. مين الجزمة وانت مركوب اللي نايم في الوردية بتاعته ده؟ قوم في الزياد. أشرف ليه كده يا أشرف؟ دري بقول عليك الراجل الوحيد اللي فيهم، ما تعملش جنيه تاني، دري براهن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، خلعتيني يا ولية. ايه يا كبير مالك؟ مش على بعضك ليه؟ مستني نتيجة الثانوية العامة. اها. اوه، يعني ما خبراشي؟ لا ما خبراشي. همام ود القط طالع من السجن وجاي ياخد بتاره. طب وانت مالك؟ مالي كيف؟ هو الراجل ده طالع يقتل مين؟ مش الكبير قوي؟ اها.
والكبير قوي مات، يبقى يقتل مين؟ ولده الكبير. لا ده انت بهيمه بهيمه. ليه؟ هو مش اخوك جوني اكبر منك باربع دقايق؟ صح. طب هنعرفه كيف ان هو الكبير؟ انا اقول لك. الكبير بيهني اخوه العمده جوني، الكبير خالص اكبر منه باربع دقايق بمناسبه اعياد اكتوبر. Where is it؟ راحت فين؟ ثانك يو تومي. جوني ممكن تهدى شويه؟ انا لقيت لك حته دين فكره. سبيريت. اوكي، احنا هنسدد له كل المداخل عشان ما يعرفش يخش غير من الباك دور. الكلام ده كاوتش، ده بيقول لك ضخم جدا واضخم من كينج كونج وهيعدي في اي حته. لا مش هيقدر، علشان حوالين الدوار هيكون في رجاله كبير ما عدا الباك دور اللي هتطل عليه اوضه اشلي اللي انا هكون موجود فيها، وموصي هادرس اول ما يلمحه من بعيد يرمي اي حاجه صغيره على شباك الاوضه. صح يا هادرس؟ صح. ناخد انا وانت مضربنا بتاعه البيسبول، نقف ورا الباب ونطفي النور. And اول ما يخش نديله بقى فوق وتحت وشمال ويمين وفين يوجعك. نربطه وبكده يبقى بتاعنا. ايه رايك؟ بص هي ليريكلي تمشي بس عمليا I don't think so. جوني ما تقلقش. نضربه يمين في شمال في تحت الحزام في فين يوقعك ونكتف له مكلم 911. او ماي جاد. عشان تكمل الكولكشن انت الكبير وانت الكبير قوي. It depends. تشاهد على روحك. ايه كام داون. تحب تموت كيف؟ بص هي اروش موته موته ربنا ونعم بالله، بس هنعمله ايه؟ قدر ومكتوب. طب ما ينفعش تنقلي موتها ما تكون ما بتوجعش. ما بتوجعش؟ ده انا جاي عشان اسمعك وانت بتكاكي من الوجع. اختار. شنج، ضرب النار، الجلد. لا لا يبقى الجلد، وحدوجهم لك واحده واحده بعد كده. طب ما ينفعش تحذفني من الشباك وتخلص. اتشاهد على روحك. ثانيه واحده، دي مش رجوله، ما ينفعش تقتل راجل. اعزل. اعزل ايه وبتاع ايه؟ انا ما فاهمش في الكلام ده. انا جاي اخد بطار وماشي. اه لو في تكافؤ فرص كان زماني مسحت بيك الارض. جوليه يعني كان ممكن اكسبك. تكسبني؟ تكسبني في ايه يا سوس؟ انت اتجنيت؟ في اي حاجه. مورتال كومبات، ستريت فايتر، باليه مائي، بوكس. بوكس؟ انت تكسبني في البوكس؟ انا بصراحه واقعد في البيت. انا اكسبك وانا مغمض كمان. مغمض؟ اوفر شويه الحته دي. انا ممكن اكسبك بايدي اليمين بس، لان الشمال دي انت مش هتستحملها. وريني وريني وريني. ايه الاجواء الرخيصه دي؟ انت فاكرها سهله ولا ايه؟ مش لازم يكون في حكم وحلبه وجمهور. طب والحاجات دي هنجيبوها منين دلوق؟ وليه دلوق؟ ما نستنى اربع شهور نعمل اربع شهور. اتشاهد على روحك. تو دايز، يومين بس. طب ما انت ممكن تهرب. طب بالعقل كده، في عمده ممكن يسيب الكانتري بتاعته ويهرب؟ بتفكر؟ لا تلاقيك قلقان من حكايه الشمال بتاعتي دي. قلقان؟ ماشي، هم يمين والجهاد كفنك معاك.
الدنيا حر جدي. هو المدرب ده هيتأخر لسه كتير. أنا مفضليش إلا يومين، يا دوب أتعلم حركتين بوكسين أي حاجة. ما تقلقش، زمانه جاي. أنت متأكد إن الراجل ده كويس ولا هيطلع كاوتش؟ بص، هدرس قال لي إن مفيش بطل في مصر في البوكس ما عداش من تحت إيده. هدرس؟ yeah. يا أبل، تسمع كلام واحد أبل؟ جوني، مفيش حل غير كده، خلينا نجرب بقى ونشوف. السلام عليكم. ربنا يسهلك يا حاج. امسك. إيه ده؟ إزيك يا حضرة العمدة؟ أهلا وسهلا. ثانية واحدة. حمدي كاتا. طب خد نفسك يا أستاذ حمدي، حضرتك جاي من الدلتا ماشي؟ دلتة إيه؟ حمدي كاتا مدرب الكاراتيه بمركز شباب المزاريطة والحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية سنة 67 تحت 18 وبصلح أجهزة كهربائية. أقمر. أقمر إيه؟ أقمر إيه؟ مش أنت اللي بعت لي مع هجرش عشان عايزني؟ أيوة، يعني هيعوزك في إيه يعني؟ آه ده تلاقي الراجل اللي جاي يصلح الدش. فعلا أنا الهوت بيرد عندي فيه مشاكل، بيقطع ما بيلقطش على طول. دش يا أستاذ، أنت بتكلم راجل حاصل على الحزام الأسود، أنا جاي أعلمك كاراتيه. هو الحزام الأسود بقى جلد وبتوكة؟ إحنا هنهزر؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إمسك، أنا عايز مدرب بوكس. أنا بلا فخ المدرب الوحيد بمركز شباب المزاريطة، بل المدرب الوحيد على الناحية كلها. يعني أنا لبستك خلاص، أنت بقيت بالنسبة لي أمر واقع. أنا عايز مدرب بوكس مش كاراتيه. والبوكس إيه؟ البوكس إيه والكاراتيه إيه؟ ما كله ضرب، وبعدين في النهاية هم عيلة واحدة بس منفذين على بعضيهم. أنت راجل فاكس موت وأنا مش مقتنع بيك ذرة. يا حضرة العمدة ما تقلقش، إن شاء الله هعمل لك شغل فنادق. فنادق؟ ده الكوتش، ده الكوتش، ده الكوتش. إيه بقى، هنبدأ كتات ولا متأسس؟ سامع بيقول إيه؟ سامع بيقول إيه؟ أستاذ حمدي، باختصار أنا عاوز أعرف أسد أي بوكس يجي في وشي. آه فهمني، ما هو أنت ما فهمتليش كده يا سيدي. بسيطة، إحنا هننفذها عملي. لفيني باللكامية في خشم. آه يعني أعمل إيه؟ لفيني باللكامية في خشمي. مش فاهمك. اديني بالبوكس في وشي. إيه ده، أنت عايز بوكس بجد في وشك بجد؟ لا كده وكده. إيه؟ ده راجل قالش قالش السنين. يا عمدة ما تهبش مني، ما تخافش، خش عليا جامد كده واديني بالبنية في وشي جامد. انت متأكد؟ ها اضرب. طيب انت واخد بالك من نفسك؟ تمام يعني. يا ابني ما تخافش مني. طيب بس ما تزعلش مني. سوري 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 سوري، انا اسف، انت اللي قلت لي اضرب. معلش، انت اللي قلت اضرب. قوم يا حاج. انا اسف والله، والله مش قصدي. مش حاجة، متعودين على كده. معلش، انا متعودين على كده. بس هو انا العيب من عندي انا. ايه ايه هو انا؟ لا مفيش حاجه، احنا اقوى. انا اللي كنت مستعدتش. بس احنا هناخد وضع الاستعداد. اه واضرب زي ما انت عايز. متاكد؟ ايوه. طيب ماشي. زي انا ما قلتلكش المره اللي فاتت، عيب عندك. اضرب. انت تمام كده؟ ايوه. يا نهار اسود. اوه ماي جاد، دف اسنانه، دف اسنانه. هيز بليدنج. معلش معلش معلش. طب ايه، كام داون. قوم يا حاج، قوم. انا اسف، انت اللي قلت لي. ايه الصوت يا حاج؟ انت كويس؟ كويس؟ عادي عادي عادي، احنا متعودين على كده. انا عاد عنفي بقى. ايه يعني جلسن؟ مش مشكله. طب اديهم له، اديهم له، اديهم له. تبعك؟ امان امان، اديهم له. خايف على ايه يا حاج؟ انا ماشي. بص يا عمده، انت بتضربني غلط. طب علمني اضرب ازاي صح. انا عايزك تديها لي عدل، مش خطفيه. يلا مش مشكله، يلا توكلنا على الله. استعد، خليك وضع السلم معايا. اضرب اضرب اضرب. ايه يا زوني، حرام عليك، راجل هيموت في ايديك. عمال يقول لك اديها له عدل، اديها له خطفيه ليه؟ مادة ولا ايه؟ جوني يا جبان. طب خدوا لي حاجة. جوني، يعني خلاص ده قدري؟ اسيب امريكا واموت في المزاريطة؟ انا عمر ما ده كان طموحي ابدا. انا كان مالي ومال التار والزفت ده كله. بليز فكر، فكر في حل. انا بفكر اهو. انت هتمثل، قول حاجة عملي. حاجة عملي؟ اوكي، لقيتها. ايه؟
احنا هنخدره يا معلم. يعني تفتكر لو لونها اخضر هيبقى طيب؟ انت هتستعبط. جوني افهمني، هنخدره يعني هنحط له مخدر. مخدر؟ انت ليه الفاظك بعد كده؟ ايه كلام افلام المولات ده؟ ايه مخدر دي؟ يعني ناس تقول لي عندك كل الاوراق والمستندات هتضيف داهيه، في ايه؟ جوني افهمني. بص احنا هنحط له منوم قوي جدا في الميه اللي هيشربها في البريك ما بين الجولات، واوعدك انه مع اول بق البغل ده هيبقى بيبي نايم في سريره قدامك. ما توهمتش، ما هزتنيش الفكره خالص. المشكله مش مشكله سم ولا مشكله مخدر، المشكله هيشربه ازاي. الحاجات دي ما تفوتش على توماس. ساعه اللعبه هخلي هادرس يروح يحط الازازه اللي فيها المخدر مكان الازازه بتاعته. بس جوني ارجوك انت بقى تستحمل لحد اول بريك بس. اوكي ربنا يستر. بس انت تعرف لو الخطه القلشه اللي انت بتقولها من شويه دي فكست هيحصل ايه؟ هموت. او ماي جاد، قلناها في نفس النفس. دي ساين. هموت يا توماس. لا جوني ما تعملش في نفسك كده. اهالي المزاريطة الكرام، اليوم موعدكم مع المباراه التاريخيه، المباراه التي لا تقبل الجسم على اثنين والاعمار بيد الله، مباراه التحدي الكبير بين بطل وجه قبلي عزام القط. كله زي الفل، بس انت لازم تعدي الجوله الاولى. هي الجوله قد ايه يا كوتش؟ دي اللهم صل على النبي. البوكس هو انا مش متذكر قوي. بوكس يعني يا نص يا ربع. يا نص وربع ايه يا حاج؟ بس عموما اول الجواز ما يضرب يبقى الجوله خلصت. انت قلقان من ايه؟ ده مش هياخد من ايدك غلوه. ده انت فاكس موت. عاش يا وحش. I'm bleeding. اتصرف يا توماس. اوكي بص ما تقلقش، هو دلوقتي هيعطش وهيشرب. بص هيشرب ايه عليه؟ هيشرب عمده. لا عمده ايه قول لي حاجه مفيده. قولوا بالشلوط. شلوط مين يا ابني؟ ده بوكس الله يخرب بيتك. يا راجل وحش يا وحش. جوني تيك كير بليز. جو جوني جو. هينفع وشه كله مقص. شيل الراجل ده، شيل الراجل ده، شيله من هنا يا جماعه. حاجه يا جماعه ده هيشرب. واي امسح هيشرب. يلا يا وحش قصصه. يلا
اهدى اهدى، خد سيجارة خد سيجارة ولا يلا يا سيدوني الشكل صايم. يلا يا جماعه يلا 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 جاب مجهود ايه بس ما ترحمنا بقى. ايه ده؟ طب يشرب. لا يا عم ده هيتف هيتف. بيشرب اهو. يا عم صدقني ده بيمضمض بس. يا ابني بيشرب. قول والله. I swear انه بيشرب بص. واي فاي كيف يعني؟ اسبوع واحد حال البلد كلها تتشقلب فيه؟ انا ما مصدقش. لا وايه؟ ده فتح سايبر. يا وقع مربربه. هذه الحاجات اللي هتعقطها علينا امريكا. حاجات ايه يا كبير؟ ده محل بتاع نت، يعني شات تلقي، داونلود تلقي، فيسبوك تلقي، لعبه تلقي. لعبت عليك بطنك يا بعيده. هي الناس ناقصه لعب ولا ايه؟ ما ناس ملقحه على القهاوي طول اليوم هتلعب كشتينه وضمنه وبرغوته. وانت مالك انت مال الحاجات دي؟ ايه اللي مفرحك ده؟ يعني البلد كلها تبقى على النت وشمعنا احنا لا؟ البلد كلها تكوم ودوار العمدة دوار الكبير كوم تاني. تعالي يا حبيبتي تعالي جاري هنا تعالي. ايه انا قلت نت ايه؟ مفيش نت. قلت نت ايه؟ مفيش نت والله. صح نت في المزاريطة؟ لا والله دي حرام. جزرة وقطمها جحش. يا ساتر. السلام عليكم. هي الشاشه ار يو كريزي؟ امر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. هو دي النت؟ يا yeah. على كده الساعه بكام عنديكم؟ جاست 1 جنيه. جنيه يا بلاش. طب حس كده اديني ساعه نجربها. اوكي توماس يا جهزت ثلاثه. اوكي يا كم فروم هير. اهم دي بس جوني. ايه خير؟ ايه تعرف تشغل النت ده؟ اه كنا عملها معاك. ايوه بسيطة. عايش تشتغل كده؟ ايه ايه ثانية واحدة
Hey, what's going on, brother? إيه المشكلة؟ مشكلتي تضحكوا علينا ولا إيه؟ ميتة وأني قاعد على الجهاز. الساعة قربت تخلص. النت بتاعكوا ده ما بيجيش. ما بيجيش طبعًا. هو أوريدي على الجهاز. بص دوس على دي. أها. أها. ده أنت في البوستيري خالص. أه. طب بص ركز معايا. ده اسمه ماوس. أيوه. فار. أيوه. بص بصبعك ده دوس عليه كده. بص أهو. أيوه. فوالا. أيوه. أيوه. هعمل إيه بقى؟ بص بص ركز معايا كويس. اعمل زي ما بعمل. ها؟ بس تفرفش كده بقى ليك اكاونت على الفيسبوك. انت بتتكلم بجد يا سجوني؟ يعني اني دلوق عندي اكونتي على الفيسبوك؟ هري نجحت نجحت. انت بتقفور ليه كده؟ احنا اتنين اللي عملنا اكاونت على الفيسبوك، مش خدنا كاس العالم. طيب الخطوه اللي جايه هنعمل ايه؟ كل الافوره دي وهنعمل ايه؟ هتتنقل تحط صوره ليك وتكلم الناس كلها من كل انحاء العالم يبقوا اصحابك، تشوفهم صوت وصوره وتتكلموا مع بعض. ايه ده؟ رجاله ونسوين؟ So weird. رجاله وستات. يا حبيبي يا نت، بس في مشكله. انا ما عنديش صوره، ممكن تصورني؟ يلا شور. ده ما فيش فيه كاميرا. ما كل الناس بتتصور بيه. يلا ابتسم. ايه الوش ده؟ لا فيسبوك يعني تعمل كده. ايوه ايوه ده الفيسبوك. ايوه. حبيبتي يا جولي، حبيبتي بحبك يا جولي، بحبك. سلاطين زبون كبير قوي عندنا عايزين نكرمه. الراجل ده اول مره يجي معاك، هنعمل معاه الصح. خدهم على جهاز 5 و6 وخد صورهم بالموبايل، كل واحد صوره ببلاش للبروفايل بتاع الفيسبوك. ما تاخدش فلوس اللي هي. لا بس في حاجه لازم نعمل كده فيها. بصوا يا جماعه ازاي. جو. ايوه يا جوني يا عمدة الانترنت. تشافي Μέση. Πάει να μπει και του αφήσανε λίγο χώρο. Έφτασε μέχρι σχεδόν τη γραμμή. Πάει να πίσω τη ευκαιρία το 1-0 για την Μπαρσελόνα. Είναι η Μπαρσελόνα με τον Πέδρο που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε αυτό το ημιτελικό. Και όλα ξεκίνησαν από το ότι είδε χώρο ο Μάξουελ που άφησαν δευτερόλεπτα. الكبير يا دي النور يا دي الهنا يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا كبير اتفضل. اجيب لك ايه؟ ايه الزيطه دي يا دي زويل؟ مين من يلعب مع مين؟ البارسا والانتر. كير اصل احنا عقبال عندك يا كبير، جبنا الدارين بوكس. ايوه جاي. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت يا دبر النحس. معمل الارض اما تلعب. انا بتشات يا كبير، ما تاجي خد لفه معاي. لفت عليك عقربه يا بعيد جابت اجلك. ايه يا رجال بقيت اقولكم نتيتي؟ كملتوا الارض والاشغال ومشيتوا على كلام الفاضي بتاع سجوني دي. طيب وعز الجلال الله انت خمام. انا نشك 3 مرات ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت ولستكسر سليم. بس انت بس تعبان قوي. مين ده اللي تعبان؟ اللي حجيلكم بالليل وادمركم. شوف والليل ده بعيد. يا فرحة أمك بيه. منور يا كبير. يا ريتك جاب الدكر بط أحسن وكمان خسران واخد على قفاك. لا يا كبير مش خسران، أنا خسرت جولة لكن لسه المعركة ما خلصتش. جاتك النيلة، خد يا التعقول. خير يا كبير أم الجناب. إيه وأهل البلد كلاتهم بيقولوا نتيتي. أمال إيه يا كبير، ده حتى الحريم بيقول ياجع المزاريطة دوت كوم اللي عاملها لهم جوني بيه. بيه إيه يا بو؟ قصدي إن هو عامل لهم 2 الصبحية للحريم وقريب قوي هيفتتح ركن للعائلات. ايه النت دي اللي دايلنا على قرع عايمة دي؟ ان شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود ابوي. قوي قوي
ثانكس برو على السؤال. اتفضل في النص بتاعي. يا ساجع، البلد كلها تخرب بالنت بتاعك ده، والناس مخها تخن واحنا ما نقصينش. قصدك مخها كبر برو؟ احنا في 2010، يعني النت بقى من اساسيات الحياه، زي الاكل، زي الشرب، زي السوشي، زي التان. ما طول عمرنا عايشين من غير الزفت ده. الناس كلها هملت زرعها وقلعها وعم تنت دلوك. بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك. ثانيه واحده، ده انت غلبان جدي. الكبير قوي ملوش علاقه بالنت؟ داد كان خاربها خاربها خاربها. بوه، حتى الكبير قوي طلع نتيت. نتيت؟ ده كان نتيت وعطيت. بقول لك كان خاربها. برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقه بالنت. الامي اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجه عن النت، مش اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب. انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لاهل بيتك. انا ممكن اعمل معاك واجب اعلمك كل الحاجات دي ببلاش. اخرس انا الكمبيوتر يخش بيتي ليه؟ بسكويت انا اياك. كبير ما ترميش عصيانك وقاذوراتك في النص بتاعي. نت بيتي وفي اوضتي وعلى سريري كمان. يا ولد علي قلت ايه؟ قلت ايه عالطقي؟ اخر مره يا كبير ما هعملش كده تاني وحياه راس ابوي. قسما عظما يا هديه، لو شفت اي نت او لابتوب في البيت لاني مكسر البيت كله على نفوخ. امرك يا كبير امرك. مين؟ سيد سفت. شافك وانت جاي؟ لا وطي صوتك، وطي صوتك، ما اسمعش حسك لحد ما ينقفل علينا باب واحد. حاضر يا كبير. انت جيت يا كبير؟ ايوه جيت. احضر لك العشاء؟ لا لا، واكل واكل، خشي نام انت. طيب يا كبير. ايوه. عم بتعمل ايه؟ عم بتمرن. طب ما تشاور عقلك يا كبير وتاكل، ده انا عامله لك ملوخيه بالانارب ورز معمر. قلت لك طافح طافح، خشي نامي. طيب. يا كبير. احضر لك الحمام. يحضروا كفنك يا بعيده، يحضروا كفنك يا بعيده. فين المخفي ده؟ انت فين يا سوف؟ انا هنا. قدامي قدامي. في في يا كبير؟ هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ اسمع يا انت، اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوق لازم يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا لا لا. بس يا جحش انت هتفضحنا. انا كنت عاوز اتعلم الكمبيوتر على النت على المازنجر والحاجات دي. بس كده؟ بس وجعت قلبي. اقعد اقعد يا كبير، دي حاجة بسيطة. امال ايه الدخلة اللي مطينة الطين دي؟ اقعد اقعد، دي حاجة بسيطة قوي. رايح فين يا مخبل؟ اقعد هنا. هو انا غلطت في حاجة يا كبير لا سمح الله؟ ده كرسي كبير يا هتير. اقعد علمني. طب امال فين الجهاز اللي هنشتغلوا عليه يا كبير؟ ثانية واحدة. لو ما فيش خالص مش مشكلة. ثانية واحدة. ما فيش مشكلة لو ما فيش. به 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 به، ايه الحلاوة دي يا كبير؟ الله، وده ايه؟ جايبه جديد ولا موقع يوزد؟ احنا نهزره سوا، انت مال اهلك؟ ما تشوف شغلك وخلاص. العفو يا كبير العفو. علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يتكون جهاز الكمبيوتر من عدة أجزاء. لوحة المفاتيح ويطلق عليها الكيبورد، الشاشة والفاره، ويطلق عليها ايضا الماوس. عند بدء التشغيل يجب الضغط على زر الطاقه او الباور، وهنا هننتظر لحظات صغيره الى ان يبدا التحميل او اللودنج. وعندما يبدا اللودنج ننتظر قليلا الى ان يشتغل الجهاز ببرامج التحميل نوافذ اكس بي او الويندوز. فاهم يا كبير؟
يا وجع مرب رب. بصوا يا جماعة، انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين، عاوزكم تقطعوا بعض، عاوز فحت ريل فحت. انجوي. Two enemies left. انجر انجر انجر. ايه يا مخبل انت؟ شايفني فاروق ده شمرطه قاعده قدامك؟ لا لا العفو يا كبير، انا قصدي انجر الايقوني. ولا عارف اكون ده الايقوني. لا يا كبير انت عارفها كويس، استهدى بالله. فاكر لما قلنا نمسك الماوس ونعمل بيه دبل كليك دبل كليك؟ ها شطوري شطوري يا كبير شطوري. يا شطوري، لما عندكش تمييز كبير المزاريطة يتقال شطورة. يا كبير يا كبير انت عارف كل حاجة لوحدك. بص الإجابة ها هتنط من عينيك وهتفط علي. يلا 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 طلعها، يلا يلا قول لي الماوس رايح فين. يلا فاجئني، قول لي الماوس رايح فين. أقول لك فين ولا تزعل شي؟ مالك قاعد عم تتلوك في القرموط في المي؟ ليه عم تعملني كيف العيل الصغير؟ اهدى بس يا كبير، انا فاهم دماغك صح، انت محتاج معاملة خاصة، انت كويس وزين وطيب وياجي منيك، بس فهمك على جدك. صدق وتؤمن بالله، انت قليل عليك الجزم. والسكس الليدي 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 يوم عيدو، يا رب بارك 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 ويزيد وخدي. يا بوي تضربني بالسكينه يا فواز على البريدج ومن ظهري؟ ما انت اللي لابد لي ورا الجرار وعمال تنشنا واحد ورا التاني يا فتك يا ابو الفطاقه. طب وتضربني بالسكينه ليه؟ بتتمهزك بيا؟ ايوه. ما حداك رشاش، حداك بنادق، حداك فلفل حتى. مش مهم اني قتلتك بيه، المهم اني قتلتك وخلاص. ادي كم كام؟ تنين تنين. لمين؟ تعادل يا بوبي. تعادل يا بوبي؟ طب تحب نطبق ولا نطلع حبايب؟ كلامك ده يا فواز ملهوش غير معنى واحد ومعرفش ايه هو، لكن عامة ماليش انا في الحبايب ولسه في تطبيق. يلا بينا يا سماعيل. حاسب يا سماعيل من اللي جاي وراك ده؟ دول بيضربوا من الدهر. اما الدهر يا يوسف انت وحسنين. اضرب القنبلة ياد، اضرب القنبلة ياد ياد. خيانة خيانة يا رجالي. ماشي يا نجاتي، عامل لي فيها الفتك يا نجاتي. كل عمرك غداري ونادي. غدار انت تغنيني ولا ايه؟ انا كنت ممكن افرج عليك البلد كلها ومرضيتي. يا مين يا ابني انت؟ انت بتعرف البطولة ايه؟ ولا حاجة. الصوت العالي انت ايه؟ الصوت والضوء يا ابني. يا فواز ما تستغنيش يا فواز. ايه يا رجالي؟ حسك هيعلى بدواري كبير قوي ولا ايه؟ والله عال رجاله بشنباته عم تتعاركوا عشان جيم كاونتر سترايك؟ طول عمركم حبايب واخوات. ايه انا جاتي نسيت ولا ايه؟ لما الحمار المجنون عضك وطلع يجري من اللي لحقه وطخه وخد لك بتارك مش فواز؟ وانت يا فواز مين اللي جاب لك حفلة بوخارست بتاعت مايكل بي اتش اس؟ مين؟ مش نجاتي؟ السكس الليدي 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 يوم عيده. يا رب تبارك 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 وتزيده. ريست ان بيس كينج اوف بوب. يلا يا نجاتي يلا، انا عارفك غلط، روح حب على راسي. يلا يا فواز. حقك عليا يا فواز، انا غلطت في حقك وسائل لي ادراري. عارف يا فواز انا لو كنت قتلتك كنت هقعد يومين من غير اكل. ما تقولش كده يا نجاتي، عارف انت لو كنت قتلتني كنت هجيت من البلد. لا فواز نجاتي. يا سلام يا اولاد، انا كنت هزعل قوي لو كنا فضلنا زعلانين من بعضينا. وعلى رأي المثل ما محبة اللي بعد غباوة. ايوه صح يا نجاتي انت غبي.
كله من المدعوق اللي اسمه النت دي. من النهارده مفيش نت في المزاريطه. فجوسه وقطمها جحش. ايوه وعلى راي الشاعر ايه اوه لو سالوني بينا رجاله. بينا رجاله. ايه تمن الحاجات فين؟ مين اللي هيدفع؟ يا جماعه المكان اللي اتدمر ايه؟ وزا في ماشي؟ لفهلة نزت؟ نقفها ميسي 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 والجون جون ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حس زطاله في المديق. مين؟ انا جابر يا كبير. انا نايم يا جابر نايم. انا نايم بس دي امر مهم قوي يا كبير. عم قدلالك يا حبيب. موضوع ما يستناش يا كبير. انطر عاد قلت لك بعدين يا اخي. راجل تبت. تعالوا لي بقى ده انا حشيلكم الطين. جوماني عاد ما سكتش. قلت لهم الشغل بالمرجع دي ما ينفعنيش. ده احنا لسه ما خلصناش نص المخزن. ولا فاكرين يعني ان انا راجل كبير؟ يعني راجل كبير صح لكن عصب. بلك انت انا السنة اللي فاتت كنت بليز اثر بليز. الرجالة سمعوا البوجين دول قاموا نزلوا على الشغل كيف التراب. جاني حمزة وقال لي ايه حاجة غريبة قوي قوي قوي. ايه حاجة غريبة قوي 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 دي؟ قال لي انهم لقيوا خزنة. خزنة قديمة قوي من ايام المرحوم الكبير قوي ورثها عن جدود جدود جدوده. ايه ايه وبعدين؟ وهم بينفضوا الخزنة كان عليها تراب ياما. التراب ده دخل في نقاشيشي. قوم ايه؟ عم جابر عم جابر انت عايزني اقطع شراييني ولا اشنق نفسي عشان تستريح؟ ليه؟ بليز بليز اثر. فين الخزنة دي؟ في المخزن. حلو قوي. انت الرجالة يحطوها في اللوبي وانا هجيلك حالا. يحطوها في البوبي؟ واندرفول. زي ما اتفقنا يا كبير كل اللي هنطلعه من الخزنة دي بالنص ما بيننا. توكلنا على الله. ايه ده؟ بحبك يا كوكي وبوسه كمان. الكبير قوي كوكي. دي القيامة قامت يا ولاد. وإن كوكي ده اسم بلدي قوي. أنا معاكو. بص خلي ده من نصيبك أنت يعني ما مش عايزه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ كل دي عقود جواز باسم الكبير قوي؟ ده عقد باسم سناء عبيد السيد. بنت عبيد السيد. أيوه. وده اسم نبوية حامد أبو بكر. أيوة بنت حامد أبو بكر. وده اسم رضا عبد التواب البهنسي. أيوة بنت لتنجس بنت عبد التواب البهنسي. ما شاء الله وعرفت كيف؟ سوبر باور. ولسه الله يخرب مطنك يا كبير ما فيش واحدة في البلد لما حطيت عليها داد. أبا 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 الكبير قوي مع الشحرورة. الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها. أجمل 6 ساعات قضيتهم في حياتي. اسمك سيظل محفور في قلبي للأبد. سنظل أصدقاء لن أنساك. حتى الشحرورة ما سلمتش منه. بص هو ماليش على الحكاية دي بصراحة. يوردات كنزير يا معلم. اخرس يا توماس الجحش. من ده الزيريات الكبير قوي. هو ما يقصدش زير بمعنى زير يعني. هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان. اخرس يا جحش انت كمان. الله يكشفك يا ابوي. اهدى. هيكون ايه يعني؟ ما هو صندوق اهو. ما انا عارف ايه. هتير انت ان صندوق حديد. هنفتحه كيف ده؟ وايه اللي جابه هنا؟ انتوا لقيتوه؟ ايه ده؟ انت تعرف قصته؟ بليز احكي لنا يا عم جابر بليز احكي لنا. جدكم الكبير خالص لقي الصندوق ده وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا قاعدين فيه ده. ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق. جربوا كتير وحاولوا كتير
لحد ما زهقوا وعرفوا ان الصندوق مش هينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليه، ومن ساعتها واحنا ما نسمعش حاجه عن الصندوق. اوكي طيب ما نمشي زي قواعد ما بتقول، مش في لغز على الصندوق؟ ايوه. تمن قطط وبينهم اخطبوط وحلهم في السطح ملطوط. انك صعب عليه، هات يا عم. تمن نقط وبينهم خطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسيوا الاساس. قالوا له الاساس ما كان السطح موجود. ايه الكلام الغريب ده؟ انا ما فهمش حاجه. اساس وسطح ونقط وخطوط حاجه مخول. نقط وخطوط، نقط وخطوط، بس انا فهمت. ايه ده سحر. سحر كيف؟ سحر، ما تعرفش السحر؟ ما عرفش السحر كيف يا ولي. معروفه الراجل اللي بيطلع الفروجة من تحت باطه ويطلع الارنب من البرنيطه. لا مش السحر ده، ده سحر الخطوط. خطوط ايه وكروت ايه يا هتير انت؟ اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. الصندوق ده معمول عليه عمل، وفي جن مقرمط على الصندوق ومكلبش فيه، وعمره ما حيسيبه الا لما يتفك العمل من عليه، وساعتها يتفتح عادي جدا. انت هتلبسينا ليه يا ولية؟ لان تلبس على اخر الليل. الله اكبر، الله اكبر. بعيد بعيد، سامحوه ما يعرفش. حاسب على كلامك يا كبير، دول معانا وحوالينا في كل مكان. تقول لي معانا وحوالينا في كل مكان يا ولية؟ حداك كلمه زينه قوليها، ما عندك اسد كتمه. ما فيش غير مولانا الشيخ شديد، هو اللي هيفك اللغز ده. مين الشيخ شديد ده؟ الشيخ شديد ده راجل مبروك. ولا راجل مبروك ولا راجل مزنوق، انا ما عرفتش نفسي في الحاجات دي يا كبير. ضرب خياره وقطمة جحش. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسوا الاساس، دلول الاساس مكان السطح موجود. لا الكلام ده ملهوش معنى، الكلام ده تخاريف. انا بقى حاسه ان الحل في الثلاث كلمات اللي مكتوبين باللغه الغريبه دي. اكسكيوز مي، يعني انت عايزه تقولي لي ان الثلاث كلمات دول هيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ ايوه طبعا. امال السطرين اللي فاتوا دول كلهم عباره عن ايه؟ ماركه الصندوق؟ لا لا بص، الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا عباره عن يعني جنب باب الشقه، تحت سجادة السفرة، الشنطة اللي فوق الدولاب. بالرغم ان الجملة الاخرين اللي انت بتقوليها دي اربع كلمات بس انا فهمتك. طيب سي ان انت صح، معناهم ايه الثلاث كلمات دول؟ بص انا مش عارفة، بس انا هحاول اعمل عليهم سيرش يمكن اوصل لحاجة. اي جالت في ايه؟ لقيت حل اللغز. بص بقى يا معلم، حل اللغز ده في العلاقة التعمدية بين السطح والأساس. السطح هو سطح البيت ده، والأساس هو أرض البلد. لو ركزتوا معايا هتلاقوا إن في البيت ده فيه أربع أركان بأربع نقط، وفي المزاريطة كلها أربع أركان بأربع نقط، يبقى كده المجموع 8 نقط. الثمان نقط دول لو مدينا خطوط مستقيمة بينهم هنلاقيهم الثمان نقط دول هيودونا لثمان أماكن مختلفة. الثمان أماكن مختلفة في البلد دول هيبقوا بينهم خطوط مش متقاطعة مع أي خطوط تانية، لكن لو إحنا مدينا خطوط متقاطعة معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطة دي. والكلمة الوحيدة اللي محدش أخد باله منها في اللغز ده هي حارت ودارت. هي إيه؟ حارت يعني إيه حارت ودارت؟ يعني حوران الشمس ودورانها. أنا حسبت لقيت إن الشروق بيخرج من النقطة دي والغروب بيخرج من النقطة المعاكسة ليها اللي هي دي. لو مدينا خط من الشروق والغروب هنلاقي إن الخط ده ما بيتقطعش غير مع خط واحد في نقطة محددة قوي، وهي النقطة دي. محروق حورانك على دورانك على خطوطك يا أخي، ده الكلام اللي في الصندوق أسهل كتير. جوني ما تقوليش إن أنت ما فهمتنيش. طبعا ما فهمتكش طبعا، يعني بس واضح إن الهري اللي أنت هريته من شوية ده كلام مدروس وموزون. وفين المفتاح؟ المفتاح مدفون في النقطة دي. No way. No way المفتاح يكون هنا. جوني أنا حاسبها قدامك أربع مرات. بص I'm sure المفتاح هنا. توماس أنا العمدة، ما ينفعش أبقى ماسك معول وبحفر هنا، شكلها هيبقى weird. لا ما تخافش، إحنا مش هنحفر هنا، إحنا هنحفر جوه. Are you crazy؟ الناس جوه عيانة. شوف شوف الراجل بيموت أهو أهو، نعمله زي دست ودوشة، أنت مجنون. احنا مش هنحفر في المكان كله، احنا هنحفر في نقطه معينه، والنقطه دي ممكن تكون في حته يعني مش قلق قوي. انا مش ممكن اشاركك في عمل شيطاني زي ده. جوني كامون، المفتاح جوه. جوني ايه دمال يا كبير؟ ده كيف في الوجع المربربه دي؟ هو الشيخ شديد ده متاخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمه ولا حاجه. الشيخ شديد يجيلك من بعيد، ما تهمهوش الزحمة ويفوت في الحديد. في ايه؟ فراخ بانيه. احنا جينا مطعم وليه؟
مالك يا برنس؟ قلقان شويه. فتهت يا كبير. شفت عرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصار كده، جدي الكبير خالص وهو عم يحفر في اساس البيت لقى صندوق صغير كده. والصندوق فيه شيء سمين وهو ده المراد. مظبوط. كمل. الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحل اللغز اللي عليه. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. اني قنقف. قول اللغز بيقول ايه؟ بقول لك تم النقط وبينهم خطوط. قول لي نقطة منهم. انت حتروش يا شيخ. موها كمل. تم النقط وبينهم خطوط، والحل فوق سطحهم موجود. حارت ودارت فيهم الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس. لولا الأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. احنا شاكين كده يا مولانا ان الصندوق ده عليه سحر الخطوط، وان فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده احنا جينا لك عشان تفك لنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من ايام الجدود في الصندوق موجود، وهيفضل ممدود لحد ما يقول العوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وهنفك القيود ده كيف يا مولانا؟ نعرف الاول مين الجن اللي مقرمط عليه ونساله عايز ايه. وهنعرفه كيف؟ نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا رجل مخبل انت؟ ها براحتك، ده باينا يبقى مرار طافع. نركز بقى شويه مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا. انا اللي هسيبكوا سوا. اقعد اقعد. الحركه اللي هعملها دلوقتي لازم تعملوا زيها بالظبط، واللي هيغلط انا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. يلا يا جني قرب مني قبل ما أمي تسأل عني. ماما ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة؟ عامل ايه؟ تمام يا شدو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير؟ ما نتقابلش غير في الشغل وبس، ما فيش مره تعمل لي مفاجاه وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى يا شدو انت فاهم. خير؟ انت بعتلي في حاجه؟ انت مزعل الناس الحلوه دي منك ليه؟ مفيش يا عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل اللي دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني، ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبه؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما يرجعها لي. كام يعني؟ 25,000 جنيه. قريبه يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كباره وما تفرقش معاه المبالغ التافهه دي. احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا ثلاثه. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا يا شدو، وبعدين زمان ال 25,000 دول كانوا ضلع، انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوايد ولا عوايد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطالعه دي. معلش يا سمره، ما احنا اصحاب برضه، الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضه عم جديد. وانا اقدر برضه يا سمره، مفيش غير بس الباكوين اللي قلتلك عليهم. ها قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوه قوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس يا شدو. ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام يا شدو. مع السلامه يا سمره. ها ايه رايك بقى يا عم؟ اظن كده خلصت لك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كاني وماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ شديد، الواحد مش عارف من غيرك كان هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعة 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول، وما تنساش تبعت لي العمولة بتاعتي، أنا باخد 10%. مسافة السكة والفلوس هتكون عنديك، بس أنت متأكد يعني إن الصندوق هينفتح وهنقول للمراد؟
حي حي، هتنول المراد من رب العباد. الساعة 12 ها؟ يا بنت الساعة 12. طب يعني اعمل ايه؟ فضي الحجاب على الصندوق. لا فضيه انت. لا فضيه انت. انت خايف يا كبير ولا ايه؟ اه طبعا لا، بس يعني ممكن يكون في عفارة ولا غبارة، وانت عارف عندي حساسية. ماشي. امسك نفسك يا كبير، بهزر معاك. تاني مرة تعملي اضربك بالجزمة. حقك علي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا ابن ال زي الزفت. على فكرة بقى أنا توصلت لحاجة، مش خط التقاطع ده كان مودين على نقطة؟ النقطة دي هي نقطة الشرطة. هو أنت مصمم تودينا أي داهية وخلاص؟ مش مكفيك إن العنبر كله دخل العناية المركزة بسببنا؟ أنا عمري ما هنسى شكل الراجل العجوز اللي هو بيعرج ده، وكان عمال يترجانا عمري ما هنسى. معلش. أوعى. طب معلش. مش أنا قلت لكم يا جماعة إن اللغز ده كلام فارغ؟ ما صدقتونيش. أنا بقى متأكدة إن حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتوبين باللغة الهيروغليفية دي. ووصلت الحاجة؟ يعني خلصت معظم الرموز، فاضلي بس ثلاث أو أربع رموز كده، هقعد أعمل عليهم سيرش عشان أخلصه. محروق السحر على الشعوذة على شورتك يا فتاية. حقك عليا يا كبير. طلع نصاب والبلد كلها عارفة والحكومة عارفة. ومش عرفني يا كبير. فين زفت الصندوق ده؟ أهو صندوق أهو يا كبير. هكسره. كسر إيه يا مجنون؟ سيب مش متحرك. آه بس فهمت. فهمت إيه يا جحش أنت؟ اللغز التمن نقط اللي بينهم خطوط هم الصندوق، الحل على السطح موجود وهو سطح من أسطح الصندوق ده، يعني حارت ودارت فيه الناس وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي. صدق معاك حق، لو الكلام على الصندوق ده يبقى السطح هو الحتة اللي فوق والأساس هو الحتة اللي تحت. Exactly. طب وإيه موضوع دلول الأساس مكان السطح موجود؟ لا دي حكمة كده بتتقال في الآخر عشان الناس تتوهم ويبقى فيه جو سسبنس. أقعد افتي أقعد افتي بعرفك ده. وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفادي أو أي شخص يجد هذا الصندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه، لقد تركت ثروتي كاملة لك حلال عليك، الثروة التي ظللت أجمعها طوال 50 عاماً من عمري، وقد جمدتها في صورة ذهب منعا للتلف، وهي موجودة بداخل الصندوق. إيه دي؟ جنيهين ذهب، ولكن ليست هذه هي كل الثروة التي تركتها. الثروة الحقيقية التي يجدها من يفتح الصندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة. حلو قوي، انت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي، وانا اخد الاثنين جنيه ذهب. هم يعملوا كام يا توماس؟ 2500. لا لا خليهم لك. بس انا عرفت الحروف اللي ناقصة. صنع في الصين؟ صنع في الصين؟ أيوة سيب دي يا جم. رجال الكرام معنا اليوم. استنى يا جم، يظهر في حاجة مهمة. السفير ديفيد ماك. I adore this film. سوى شفته أكثر من 100 مرة لسه لغاية دلوقتي ما زهقتش منه. توماس! Are you crazy؟ جوني، سوري أنت مش مقدر حجم المسؤولية اللي أنت بقيت فيها. Easy man. تقدر تقولي أنت بالك قد إيه يا عمدة؟ يعني like حبة حلوين.
اوكي، الحبه الحلوين دول عملت فيهم ايه؟ ناثينج. كل اللي انت عملته انك حلقت للبروجرام اللي احنا عاملينه وبقيت تعمل الحاجات اللي انت بتحبها بس. اوكي ام سوري، من النهارده هعمل الحاجات اللي انا بحبها وهعمل الحاجات اللي انت بتحبها كمان. هابي كام اون. البلد فين؟ اه صح البلد. انت نسيت ان انت عمده؟ نسيت ان العمده ده لازم يتواصل مع الناس اللي في البلد؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اروح لكل حد بيته واتواصل معاه شويه؟ سيب الموضوع ده عليا، انا عندي الحل. سبيريت مان. الميديا. الميديا جوني هتخليك تخش كل بيت وتقول اللي انت عايز تقوله. انت ما بتشوفش هوليوود والشقلبه اللي عاملاها في الناس؟ ده حتى هنا في مصر الميديا عامله شغل جامد قوي. عندك مثلا البلوفر اللي كان لابسه عمرو دياب في الكليب بتاع تملي معاك، عارف اتباع منه كام قطعه؟ 2 مليون قطعه ومضروبين. ده المزرطه لوحدها شاريه ولا 10,000 قطعه. اوكي. طب يو نو ان الدمبلز ال 3 كيلو في اي جيم في مصر بقى اسمه روبي بعد الكليب بتاع العجله؟ عارفه بتاع ليه بتداري كده ولا نداري كده ولا السهر. يعني انت عايز نعمل فيلم؟ واو انا بطل يا جوني. اوكي بطل ايه وفيلم ايه الهبل ده؟ احنا هنعمل قناه المزاريتا تشانل جول، مش كده؟ الفكره دي جامده جدا. بس هتكلف فلوس كتير في الاول بس، لكن انت كده كده هتلم فلوسك وهتكسب، يعني اعلانات سبونسرز. انا موافق بس خلي الموضوع سيكريت. عن مين بالله العيال دي عم تطبخ في حاجه؟ ادينهم سابوه على الحال ده. ود 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 ود. طب واحنا مالنا؟ ده حتى المثل بيقول صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، خلينا في حالنا يا كبير. بص يا جوني تعالى توماس، بص اللوك ده كويس بس ده احسن، حاسه اوريجينال اكتر صح؟ ثانية واحدة. رايت. بصراحة يا جماعة انا عاجبني اللوجو الاولاني. بس اللوجو الاولاني يا جوني حاساه عادي يعني مش التاني احسن بكتير على فكرة. ايه ده؟ انتوا مالكوا؟ انت طلعت بره الموضوع خالص، وانت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا صاحب القناة، انت شغال فيها، اعرف حجمك يا توماس، انا ممكن ندمرك. اوكي كام داون، الحكايه مش مستاهله. بعدين احنا اتفقنا من الاول اي حاجه ليها علاقه بالستايل والفاشن. اوكي اشلي عملت ايه مع شركه الستلايت؟ هم لسه باعتين ايميل حالا بيقولوا فيه ان الدفعه الاولى وصلتهم البنك بتاعهم والتردد بتاعنا اتحجز. جريت كده يبقى ابتدينا بجد. كده مش فاضل غير هدرس يجيب التصريح اللي بقالها اسبوعين واقفه، مش فاهم انا ليه هم معطلنا. التصريح وصلت. شفتي كم مهندس كيف؟ كان داخل صوتك في البهيمة. عندك حق يا كبير، بينهم مرقدين على مصيبة، بس انت عارف قرار الموضوع ده تلقاه كيف؟ كيف؟ أنا أقول لك. انتوا يا فوق. انتوا أقول إيه؟ يعني ما نمكش تعترف؟ عليا. اهلا اهلا يا كبير، خطا عزيز، انا ورت المخزن. عفارم عليكم يا رجاله. ها عامل ايه الواد معاكم؟ متربس حبتين، اللي مش شويه هيجل. اديله قديه؟ لا مش كتير، اديله ساعتين زمن دلوقتي. باه قديه هيموت طالع من الميه هدير. ده مهما كان يعني بلدياتنا وموتها هيأثر فينا. ادرس تعال يا ادرس. ما تخافش انا مش هزيك. أنا لو عاوز أذيك هأذيك، أنا مش عاوز، أنت عاوز؟ أحب على قدك يا كبير، مش عاوز. زين، قول يا أدرس. أقول إيه؟ الناس دي هذيلا ساعتين هتعدن فيا ويقولوا لي قول قول، قولوا لي بس أقول إيه وأنا أقول على طول. باه، وأنت ما قلتلوش اللي قلت لك عليه؟ جلابك ما قلتليش. أنا أقول لك اللي قلت له عليه وما قالهولكش. قول. دلوقتي جوني وجماعته عم يطبخوا في حاجة بقالهم شوي، إيه هي؟ حادة؟ تفتكر ايه هي؟ ظهر ان صحتك جت على المية وجو المصايف يا هدرس فزاع. عمري جلابك. اقول 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 قناه سيدوني هيعملوا قناه عتاجي على التلفزيون. قناه ويطلع التلفزيون والحاجات دي. ها اسمع يا هدرس، لو فتحت خشمك بكلمه واحده اخلي اكبر حته في قدك ده، ولا ليه؟ أنا هديك عينة مؤقتك دي عشان تفكر مليون مرة قبل ما تفتح خشمك يا أشرف. أمر يا كبير. أعمل الصح. تأمر يا كبير. بلاش الصح يا كبير، بلاش الصح يا كبير. اعمل لي قناة أعمل لي عشرة. يعني هنعمل إيه يا كبير؟ انده للواد بسيوني ساد ده تعدش وحصلني على الدوار. أمر جنابك.
اسمع يا بسيوني وركز معاي زين. أؤمر يا كبير. أنا عاوز أطلع في التلفزيون. كيف يعني؟ عاوز تمثل؟ أمثل كيف يا جاموسة؟ ما تستغباش. أنا عاوز يبقى لي قناة كيف القنوات اللي بتاجي على الدش دي. بسيطة يا كبير. بسيطة كيف؟ هتجيب لي 10,000 متر سلك وفيديو والشرايط اللي هنحطها في الفيديو ونزيعه للناس. اهدى يا بسيوني لا طخك. حطير ولا ايه؟ وبعدين كمل. بس كده؟ بس كده؟ و80 جنيه شغل يدي. ماشي ماشي، وكده القناة تاجي في التلفزيون؟ هتاجي يا كبير، والمزاريتا كلتها تشوفها. حق هادي يا بسيوني، لو عملتها هيبقى ليك الحلاوة. عيب يا كبير، ده أنا بسيوني ساد اللي دخلت الأوروبي واجي يجيب لي. أنت هتتنطط ياد ولا إيه؟ قصروا. الموضوع ده هياخد في يدك قد إيه؟ أسبوعين بكثيرة، وتلاقي البلد كلاتها بتتفرج عليك وتبقى نجم كبير. اللهم صلي على النبي. اسمع ياد، الموضوع ده لازم يتم قدامي. لو حد خد خبر يا بسيوني حقطع شلقك وارميك قدام القطر رايح جاي، وبرضو همسكك السلك عريان. هيبقى يوم تاريخي. I can't wait man, I can't wait. اخيرا بكره هاخد خطوه جديده في مشواري الاسطوري في المزاريطة. عيب عليك يا جوني، انا عمري وقعتك؟ انت مالك بالموضوع؟ انت كل ما اعمل حاجه عظيمه تحشر نفسك وخلاص. انت حيلا ايه الفكره؟ ايه يا جوني كام داون، في ايه؟ يا جماعه انتوا مش ملاحظين حاجه غريبه اليومين دول؟ لا مش اليومين دول، ده من زمان قوي انت مش واخده بالك. كل ما اعمل حاجه عظيمه واسطوريه يقول لي انا فيها وانا اللي عاملها. لا 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 مش هو ده قصدي. قصدك حبوب الشباب بدات تطلع لك؟ ايه ده؟ انت خدت بالك؟ باينة قوي بصراحة. بصي انت خفت شوكلت وعصبية. بجد؟ لا حاجة تانية. ايه انطقي؟ يعني الكبير لا ليه حس ولا خبر ولا بينطلنا كل شوية كده زي عوايده. تلاقيه ملطوط بس في بهايمه ورجالته وزرايبه وقرايبه الحاجات دي يعني. ده حتى فزاع اختفى. فزاع حبيب القلب. فيزو بموت فيك يا فيزو، بليز ما سيبنيش يا فيزو. جوني دي اختي. فيزو يا عيني عليك يا ولد ابوي، يا عيني عليك. عمال يحرت في مية، ما داريش باللي هيحصله لما تنزل قناة الكبير. انت ما ناويش تعمل اعلانات في البلد ولا ايه؟ ناوي بس في الوقت الصح. اللي هو ميت الوقت الصح ده. ما تشغليش بالك انت يا هدية، انا عاوزك تركزي زين في البروجرام الاسبوعي اللي هنحطه في القناة عندنا. اديني قاعد اكتب في البروجرام بتاع يوم الافتتاح. ها يوم الافتتاح ده لازما ولا بد يبقى على رأي المدعوك، ده يوم جامد جدي. توماس ها شكلي ايه؟ بيرفكت ستايل ها. طب قولي الساعة باينة كده؟ باينة ها؟ اوكي. ايه؟ اقفش عشان ابقى جان؟ لا 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 لا، انا عايز ابقى انا فانكي وايلد، فاهم؟ ما تتدخلش في الملكش فيه، همشيك. اوكي يلا يلا. ستاند باي 5 4 3 2 1. صباح الخير يا مزاريطة. صباح اشتاط. النهاردة يوم ميلاد قناتكم الفضائية الجديدة الجامدة جدي مزاريطة تي في. هتروشكو وتفرفشكو وفي مشاكلكو هتحللكو مع مزاريطة تي في. المزاريطة بقت على الخريطة. ايه؟ عيد. مش عيد تاني، مش عيد تاني. مش هتديني اداء، انا عملت ده وخلاص، خلص الموضوع. مش ممكن. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا الجديد، برنامج الست الفت. النهارده اولى فقراتنا هي فقره الاكل، وطبعا كلنا بنحب الاكل، بس نخلي بالنا عشان مش نبقى فات زي الدببه.
والنهارده هنحضر اكله بسيطه جدا وهي فطيره البروكلي بالرمان. وانا عارفه ان الاكله دي كل الاطفال دايما بيطلبوها منكم، يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان، يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان، ودايما بيشتروها من بره. بس لا، نقول نو ونعمل ستوب ان ذيس بوينت ونخاف على صحه اولادنا وعلى الديجستيف سيستم بتاعتهم. احنا هنا في برنامجنا الست الفت مفيش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها ان البيبيز بتاعتنا ياكلوا من بره. احنا هنا بنعمل كل حاجه في بيوتنا بايدينا النظيفه، والمقادير بتاعتنا سهله جدا وبسيطه جدا جدا وموجوده في اي سوبر ماركت. والمقادير هي 1/2 كوب اوف زيت زيتون، 3 حبات رمان، بصلتين مبشورين، وبيض، وملح بيدوب في نص كوبايه ميه دافيه، والدقيق، وطبعا البروكلي. والبروكلي ده ايه؟ مش هو الكرات اللفت من غير ميه؟ نقول المقادير مره تانيه. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره اللي بتحبها كل ست، عرض فظيع بل فوق الفظاعه من كل دفلهات العالم. ده شكله في ده كاس العالم للمقتبيه. طب خلص خلص جبرين امك. But now that I've had time to absorb it, loving this. It's all working out. Yeah, I didn't throw any of that out. It's all working out. Me and Charlie, you two, you know what we should do? The flap-neck chameleons of Africa simply prep a burrow for their kids, and then they leave them to fend for themselves. First, mom uses her zygodactyl feet, that means two toes facing forward and two facing backward, to dig a deep burrow in the earth. Now that she's created... قروا في قرفكم! يمين بالله العيال دي لوزرز! أكبر لوزر زي كبير! هي العيال دي هتيرة ولا إيه؟ عاملين برنامج عن السحالي والإفراس! دول مليين البلد، احنا بنجيبهم من الحيطة بالشبشب! لا ولا البت أشلي جايبه لك نسوين كأنهم نازلين من الفضاء وتقول لك قاليه موضة! بس ما تقوليش نسوين! على رأيك يا كبير! هي دي نسوين! فين الست إليسا والست هياتم وال... شوفي عم يغلو كيف نجح، شوفي شوفي! على فكرة دي مسروقة! مسروقة منين؟ بنت ماي راي اللي هو أنا ده بتاع العيل العفش اللي غني راب اللي اسمه اكزيبت اللي عمال يعمل كده. صح. اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم حمار الاحلام. البرنامج ده يهم كل مزارع وكل حمار. احنا عملنا بحث لقينا ان اهم وسيله انتقال في المزاريطه وكل القرى المجاوره هي الحمار. بس ليه كل الحمير تقليديه؟ ليه؟ ليه كلهم يا ابيض يا جراي يا... ليه؟ ليه ما فيش حمار مميز؟ ومن هنا بقت دي فكرة البرنامج، إن احنا هناخد حمارك التقليدي وهنحوله لحمار الأحلام. وفي حالة عندنا اللي هي مشمش، قال يعني لما سماه مشمش بقى مش تقليدي أهو، وصاحبه اسمه عم سعيد. تعالوا نشوف الحكاية. إن مشمش عندي من هو عيل صغير، ربيته واعتبرته عيل من عيالي، بيجي في معزة عيل من عيالي. ومن سنتين ثلاثة حصل إن مشمش اتشقلبت أحوال، ينهج ليل ونهار ويوقع طراق ويقعد يتمرق في الارض وحوشه. والمهم قلت لازم القى حل للمشمش. عرفت ان سجوني عامل برنامج في القناه بتاعته، قلت اروح لسجوني يمكن يلقى لي حل. ولما جيت لسجوني وديته الحمار وقلت يمكن ربنا يعني يكرمنا ويبقى الكرم كله يجي على العمده جوني يعني، وربنا يستر ان شاء الله. وعم سعيد كان هو فعلا سعيد الحظ عشان هو اول مشارك معنا في برنامجنا حمار الاحلام. عم سعيد، السلام عليكم يا عمتي. What's going on brother؟ بومبو تمام تمام. How you doing؟ تمام. جاهز تشوف المفاجأة؟ جاهز إن شاء الله. أعصابك حديد؟ والله رجلي ما شايلانيش، بس يلا ربنا يستر. 3 2 1. إيه ده كله؟ إيه اللي عملته في حمار؟ يا ولاد العبيطة، شفتي عملية؟ يا ساتر يا هاتير، انت تدخل سويقة في حريم؟ العفو جنابك، حاجة مهمة. الواد بسيونيسات عيبلغ جنابك انه خلاص كله تمام التمام، عمل التوصيلات وجهز الجلال البسي
ومن بعد بكرة من نجمة قناة الكبير هتبقى على كل تلفزيونة في المزاريطة. عفارم عليك يا بسيوني، هذا فزاع. أمر جنابك. عاوزك أول ما الليل يليل، ما احنا بالليل، أول ما الناس تنام ارتحت كده تنزل تبذر البلد كلاتها بوسترات وفلايرز. يلي فلايرز داي؟ فلايرز يا بروشور. آه. انا عاوز اول ما الناس تصحى الصبح تلقى اعلانات قناتي الكبير مغرقه كل مكان. امن الجنابه هيحصل يا كبير. فزاع. آه. طير انت. ايه كل البوسترات دي؟ وايه المكتوب ده؟ تشوفها تزبطك تقلبها نعبطك. العجل فطمه؟ ايه ده كمان كاتب فوق كي 1 كي 1 كي 1 يعني ايه؟ قناة الكبير 1 كي 4 كبير؟ يا يا ابن اللعيبة. لا 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 اوعى تقول لي ان ده اعلان قناة، ده اخره اعلان دروس تقوية، رضا زينهم ملك الكيمياء. لا 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 لا، وبعدين الباك جراوند وحش جدا والستايل زبالة، وايه الكلام المكتوب ده؟ انت عارف اكتر حاجه مضايقاني ايه؟ ايه؟ مش انه بينافسني، انه قلود ملوش ستايل. قالوا وانا بي زي وزي هدرس زي بقيه البلد كلها. ما يا جماعه مش معنى ان انا ستايلي جامد جدا وشكلي روش الناس كلها تقلدني. طب ما انت هو صاحبي بقالك كتير وليك ستايل تاني. لا بس مفيش حد قلدني. ايوه عشان انت ستايلك مش جامد قوي زي، يعني جامد بس مش جامد قوي. اوكي. على فكره السلوجان ده ينفع راب جامد جدي. بص تشوفها تظبطك اها تقلبها نظبطك اجي تشوفها تظبطك كما تشوفها تظبطك اها تشوفها تظبطك. توماس انا مصدوم، لا بجد مصدوم. انا في الاول كنت فاكر ان هدرس بس هو الوحيد القلود، طلع لا الكبير كمان، ده ناقص يحلق شنبه ويشيل العمه ويعمل راسه زي، مش ممكن يعني. انا خايف بجد انام في يوم واصحى الاقي البلد كلها جوني. انا جت لي فكره برنامج حلو قوي ممكن احطها في القناه. ايه؟ بي يور سيلف. حلوه جدا. استنى بقى بي يور سيلف. ايه ده؟ تفتكر الكبير يكون عامل برامج شكلها ايه يعني؟ اكيد حاجات يعني كاتيانا اكيد. اكيد يعني يعني ممكن يقلد الثمانينات مثلا. يعني يعمل مثلا برنامج يسميه اوتار الليل. عارف الورده اللي الموجي بيجيبها يمين وشمال. حبيبتي اشتقت اليك. لا ريلي اشتقت اليك. متاجي. عارف ممكن يكون عامل ايه كمان؟ ايه؟ برنامج منوعات ويسميه كرة سهرة. بتفتكر الكبير يكون جايب مين مذيعين يعني؟ اكيد مش هجيب منى شاذلي. شور. يعني بس ممكن يجيب حد من الغفرة بتوعه. اشرف. اشرف. وياخد اشرف بقى يعمل بيه برنامج اشرف حول العالم. كل يوم مغامرة في غيط شكل. يعني مرة غيط مانجا، مرة غيط موز، مرة غيط لوز. حول علمك بقى، البرنامج ده هيبقى حصري على القناة. حصري حصري، بقت موضة أصلا. ده احنا هنشوف ايام ضحك جدا. بس تعرف يا معلم احنا ربنا بيحبنا موت. ليه بقى؟ ليه؟ عشان احنا من جوه طيبين بجد وكيوت حقيقي. يعني سبحان الله ربنا بيخلق الحاجه الحلوه وعشان تحس بجمالها وحلاوتها بيخلق جنبها الحاجه، يعني مثلا التين البرشوماتي والتين المشوك الاثنين تين. بس اهلا وسهلا بيكم على قناه الكبير 1 وأولى حلقات برنامج المسابقات المثير. برنامجنا بيعتمد على الذكاء والفطنة وينمي قدرات الطفل المزاريطي. وصدقوني البرنامج ده مش للأطفال وبس، لا ده هيشد الكبار كمان. عارفين يا أولاد اسم البرنامج إيه؟ جوستن. ما سمعكم شيء، اسمه إيه يا أولاد؟ جوستن. براوة عليكم. ومعانا العروسة دي اللي هتكون صاحبتنا طوال حلقات البرنامج. البقرة دي هتقول السؤال بس بعد ما يقول لها حد جاموستي. يلا يا حد عم مجيد. جاموستي. حاجة بتنور لنا الدنيا ومن غير كهرباء، سهلة قوي. حد عرفها؟ ها جاموستي. ماشي. في الشتاء بتدفينا وفي الصيف بتلسعنا. ها قول انت. جاموستي. جاموستي ايه يا جاموس انت؟ ما هو اضحكي في السمسة. ها اقول انا قبل هذي، اقول انا، اقول انا. قول يا حج عبد المجيد. وابو الجاز. جاز لما يحرقك. هتبدأ المعركة دلوقتي. عم بتسبلها ومسكوا في بعض. تبدأ بالبني اللوكمية. تبدأ باللوكمية. تبدأ بالشلوك.
سوفليكس رائع مع تثبيت القدمين تنين اوبا 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 اوبا. انا بجد مش قادر افهم يا توماس، ليه الناس كلها منجذبه للقناه الكبير؟ ليه؟ انا مش مصدق، احنا كنا محققين اعلى نسبه مشاهده في المزاريطه والقرى اللي حواليها، المقاليطه والبقاليطه والملطيطه. وبعدين هنعمل ايه جوني؟ احنا في نزول مستمر، احنا بنقع. عارف احنا بنقع. عارف بجد احنا بنقع. عارف عارف خلاص. هنعمل ايه طيب؟ انا مش فاهم، الناس سايبين الام بي اي، تخيل سايبين الام بي اي ويتفرجوا على مصارع حريمي. انا بجد مش مصدق. قولي بقى احنا نعمل ايه لو سمحت. لا جوني جوني سوري سوري انت بتتفرج على ايه؟ سوري سوري اصل كانت بتضربها قطعتها خالص. بص جوني خليك معايا، قولي هنعمل ايه. توماس توماس يعني انت عملت اللي عليك خلاص، اوكي في حدود امكانياتك، انت بجد يعني شابو عملت اللي عليك، بس هتعمل ايه؟ ربنا خلقك امكانياتك قد كده، دلوقتي انا هتدخل. انت مشكلتك يا توماس انك من بره بس قشره، يعني ما عرفتش توصل للكالتشر والجمهور عاوز ايه، ما عرفتش تعملها دي لانك من بره سطحي. يعني حتى التاتو بتاعك تنين، يعني ايه تنين؟ ولا حاجه. بص يا معلم، احنا اشترينا افلام اكشن وساينس فيكشن. في ماتريكس، افاتار، ايرون مان، باد بوي. بص يا معلم، احنا ننزل اي تي في افاتار في ماتريكس. يا هتشوف، تعالى كده بس. او ماي جاد جامده ام احمر. ها انت شفتش حاجه؟ ام ازرق دي في اول الماتش كانت لابسه نحله، لما قلعته بهدلتها خربشه وعض وضربه. او ماي جاد. وايلد كاتس. ايه يا عم الهكس ده؟ يعني هو عمال يضرب كل التوائم دول مره واحده؟ طب هم معقول كل دول جم في بطن واحده؟ ايه يا زوير؟ ما انت جاي انت واخواتك ال 12 في بطن واحده. اقلب يا ده يا زوير اقلب، ورينا قناه الكبير جاي بيه. اعزائي المشاهدين، دلوك معاد ختام برنامج اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. واحب اشكر المعزبه سين الف اللي حكت لنا بلوتها مع جوزها جيم نون اللي باع جاموستها من وراها، الجاموسة اللي جابوها لها أهلها من وهي طفلة وقضت معاها أحلى سنين عمرها. وحب أقول لها معلاش ما تزعليش، الجاموسة تروح وتاجي، إنما جوزك ما يتعوضش أبدا، جوزك ده بميت جاموسة. وأخيرا أحب أشكر كل الزملاء اللي شاركونا في البرنامج، إعداد عم محمد الضيصطي، مصور الحج أبو المكارم، مهندس صوت سامح جمال، مهندس ذكور سامر الجملاوي، جرافيكس الحج مناويشي، والمخرج الكبير الكبير. ومع تحياتي هدية مرة الكبير. ستوب، طلعت موهوبة يا بقرة. أنا جنجفت طبعا عشان أنا إنسان سطحي وقشرة وبفكر في الأمور من بره، وانت بقى انسان عميق وبتفكر كويس، فطبعا لما تنزل بإيتي وبعد كده ماتريكس وبعد كده افاتار، فالناس هتتوهم وتتفرج على الفيلم اللي انت شايفه قدامك ده دلوقتي. لعلمك بقى الناس دي بعد ما جربنا معهم كل حاجة برضو مش هيتفرجوا علينا. لعلمك مفيش اي امل. برافو برافو. خلصت؟ في حكمة قديمة كان بيقولها راجل حكيم، انا مش متذكر اصله منين الحقيقة، كان بيقول العبرة بالخواتيم. خواتيم it's like جمع ختمات اللي هي نهاية الحاجات. اوكي. فاللي انا عملته ده كله يعتبر first step، بس لسه تقيل جاي. اتفرج، انا هنزل بحاجة هتخلي الصعيد كلها تقعد في البيت، ولا حد ينزل يزرع ولا حد ينزل يقلع. هنزل بأليس إن وندرلاند. اوه امال ايه يا معلم؟ هينزل يكسر الدنيا. لعلمك انا كنت اقصد ان افاتار ينزل من غير نظارات. الناس فعلا الجمهور كله لما شافه حس ان في حاجه مش قد كده. لما نزل النظارات مع اليس ان وندرلاند
الناس هتتوهم بالجرافيكس 3D يا معلم 3D. ولسه الاتقل ايه؟ التوك شو. توك شو؟ ناوي اعمل حاجه تخلي دكتور فيل واوبرا ينفسنوا مني بجد. اه بس يعني التوك شو ده هياكل هنا في المزاريطه؟ اللات يا معلم اللات. احنا طول ما احنا ماشيين في الشارع لات، في الغيط لات، الناس بتحب اللات. ايه انجح ثلاث برامج في مصر؟ قول. القاهره اليوم، البيت بيتك 90 دقيقه. كل ده ايه؟ برامج طبخ؟ لا توك شو. يعني برنامج زي 90 دقيقه ده نعمل حاجه زيه ونسميها 60 دقيقه. ايه القلش ده؟ ليه ما عندكش شخصيه؟ ليه حرامي كده؟ مش قلت لك انت قشره من بره وبس؟ فقاعه، مجرد فقاعه. الناس تقعد تتعب عشان تعمل 90 دقيقه وانت تاخد 60 دقيقه على الجاهز كده. طب خلاص بلاش، نعمل برنامج الخامسه مساء، يعني بيبقى بدري شويه علشان الناس هنا بتنام بدري. السادسه مساء، السابعه مساء. دم الاجتماعي، انت تعريفك دم الاجتماعي، لو اتفقع ملوش وجود، عباره عن فقاعه عامله تاتو وتنين. توك شو كيف يعني؟ برامج يا كبير اللي هيجيبوا فيها الناس يتحدثوا ويرطوا، كيف برنامج الاستاذ اللي هتحبه كتير ده؟ ممدوح فرج؟ هي انت، بكلمك انت. خير جنابك يا جاموس، انا بقول لك الكلام اللي هو بيقوله في البرنامج. لا لا لا، قصدي جنابك اللي بتاع الاخ اللي هتحبه كتير، عمرو بيه اديب. عموره ده راجل عسول وكيوت خالص. ايه راي جنابك لو تعمل عندينا انت المزاريطه اليوم؟ والله فكره مليحه، جبتها كيف دي؟ ونعملوا فيها فقره ونسموها اسالوا الكبير. جديده الان جديه يا كبير. شوف هد لي التليفونات وطلع لي نمره الدكتور عزت ابو عوف. يلا امر جناء. دكتور ليه؟ الف سلامه عليك يا جلوس الطين. عزت ابو عوف اللي هيطلع مع عمرو اديب في البرنامج. كلمه انت بس وقول له الكبير عاوزك تطلع معاه في برنامج المزاريطه اليوم، هو هيفرح ومش هنختلف. شوفوا ياخد كام وشوف الديل ايه. طب لو ما ردش او ما فاضيش ايه؟ النهارده اول حلقه من حلقات جوني شو على قناه المزاريطه تي في، قناتكم. جوني شو مش زي اي شو. احنا بنحب نقدم مشاكل، قضايا تهم كل مواطن مزاريطي، وبنقدم حلول كمان. النهارده معانا الحاج حامد، احد نماذج النجاح الاسري في قريتنا. وده ليه؟ لأن ابنه هو الوحيد في المزاريطة اللي قدر يتحدى الصعاب ويشق الصخر ويدخل معهد التمريض. مش بس كده، عمل معجزة أكبر، اتخرج منه. الحادثة دي أثارت جدل كبير في الشارع المصري، لدرجة إن كل المخرجين والكتاب بقوا بيتفاوضوا مع الحاج حامد عشان يشتروا منه القصة دي ويعملوها فيلم ساينس فيكشن بيزد على ترو ستوري. ازيك يا حاج حامد؟ اهلا مستر جو. جوني جوني جوني. عايزك تحكي لنا عن تجربتك مع ابنك. ازاي اديته بوش عشان يبقى حاجه عادي يعني؟ لا انا قصدي يعني ما انت لازم تقول، يعني قول معايا ازاي ابنك حقق الانجاز ده وانت وراه. طيب يعني انت عاوز توصل ليه يعني؟ طب انت قافش ليه دلوقتي؟ يعني اهدى بالهداوه. انا عايزك تقول لنا ازاي كنت بتتعامل معاه في البيت. انا والله ما كنتش بشوفه ولا كنت بقبله خالص. انا كنت ارجع من الشغل اخر النهار وهو كان بيجي من معهد التمريض ويشتغل بو 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 في المذاكره، كان بيوجع دماغي. انا ما احبش الدوشه، عايز انام، عايز استريح. طردته من البيت خالص، قلت له يا لغور شوف لك حته تذاكر فيه بعد عني. مارست معاه اسلوب الضغط. هايل هايل هايل. يعني انت كل يوم بتديله جرعه نيجاتيف انرجي وهو بيحولها اوتوماتيكلي لبوزيتيف انرجي. هايل، يا ريتنا كلنا نبقى مستر حامد. اقفل الموبايل، اقفل. مستر حامد، فاصل ونواصل. ايه يا جوني في ايه؟ مالك متوتر كده ليه؟ انا مش متوتر. لا متوتر وشكلك اكنك اول مره تقف قدام كاميرا. لا جوني الراجل كلك. ريلاكس ريلاكس، لو سمحت ما تبوظليش شغلي. وشوف برضو بقى عملت اللي في دماغك ونزلت دي. ايه دي بقى؟ دي هي اللي كانت نازله لوحدها. لا انا قلت لك ثانيه واحده. ثانيه انت بتديني اداء تاني. ما تنساش نفسك، انا اللي عاملك، انا قناه، انت ولا حاجه من غيري ولا حاجه، وكل البلاتو عارف.
انا اديتك تفصيله صغيره قوي تعملها فشلت فيها. ده النموذج اللي قلت لك تجيبه؟ ده نموذج بيعذب ابنه وبيذله؟ هو ده اللي لقيته، اعمل لك ايه يعني؟ مخصوم منك اسبوع. اتفضل. اوكي ست اعتماد، اتفضلي ست اعتماد. ايوه اتفضلي اقعدي هنا. بصي يا ست اعتماد، دي كاميرتك ودي اضاءتك، رستقي نفسك. امشي يلا امشي يلا. وجه ميعاد الفقرة الثانية. الفقرة دي إنسانية ومؤثرة جامد جدي. فقرة يجعل بيوت المحسنين عمار. ومعانا الحاجة اعتماد. إزيك يا ماما الحاجة اعتماد؟ أها يا ولدي عايشين. احكي لنا مشكلتك يا ماما الحاجة. ولا مشكلة ولا حاجة يا سي جوني. أنا كنت متجوزة وعندي 3 عيال. وكنت راضية وحمد ربنا والحمد لله، لولا الولية حماتي الله يحرقها، ولية عقربة دماغها معاش شحنوشها من ناحيتي، قاعدة لي على الساقطة واللقطة يا ولدي. في يوم قامت عركة كبيرة قوي قوي بيني وبينها، كلمة مني على كلمة منها جالها جلطة في المخ. جوزي ما استحملش، طب ساكت مش صدمة. بعد ما جوزي مات بيومين الواد الوسطاني سخن جامد جو جو، خدناه ودلينا على الوحدة الصحية. الدكتور كشف عليه وقال عنده حالة وراثية هيفضل سخن كده طول عمره. يلا بخطرة وإحنا راجعين من الوحدة الصحية ركبنا الميكروباص، قعد تاني قدام والعيال قعدوا ورا. قام السواق ترازل علي كده حبتين، كلمة مني على كلمة مني اتقلب بينا الميكروباص. اطمن ما حصلش حاجة، أنا بخير الحمد لله. غيرش بس الواد الكبير اترش. أوه ماي جاد، ترش إيه؟ مبيد؟ اسنج يا ولدي، انطرش ما عادش يسمع ولسانه تقل شويتين. الواد الصغير اتكسح خالص ما عادش ينفع واصل، بس الحمد لله يا ولد يعني بخير ما حصلليش حاجه. الحمد لله محروق الباقي. anyway لو في اي حد عايز يساعد الست دي وانا شك يتنيل يتصل بالارقام اللي هتتنيل تظهر على الشاشه عندكم دي. الناس موهومة طبعاً صح؟ يا معلم الناس مبهورين ببرنامج. ايه الجديد؟ مفيش جديد في اللي بتقوله. الناس مش مصدقين نفسهم لدرجة ان هما محدش شاف البرنامج. انهي منطقة في كلامك صح؟ الجزء الاولاني ولا الجزء الاخراني؟ نزل رجلك دي. يبقى الجزء الاخراني. ايوه. لا انت كذاب، انت كذاب، انا شفت في عينيهم الفرحة. فانت كداب ومنافس مني يا عم. منافس ايه انت كمان؟ الناس كلهم بيتفرجوا على التوك شو بتاع الكبير المزاريطة اليوم. اسمه كده؟ ايوه. هو كمان دم الاجتماعي زيك، سرق اسم برنامج تاني، انتوا كلكم قلودين، عشان كده البضاعه الصيني نجحت في البلد. شش. اتفرج بقى. فاصل وعنواصل. المزاريطة اليوم. اسمع يا ولية، ده اخر فاصل في البرنامج واخر انذار ليكي. لو قعدتي ترطي وترغي وتحاولي تسرق الكاميرات وتعملي حركات المياصه بتاعتك دي بتجزم على نفوخك. ما هو انت اللي قاعد تحجز على اسئلتي. اهدى بالله يا كبير. لا اله الا الله، ما هي قاعده تتحدث وسايباني كيف كيس الجوافه طول البرنامج. صلى على النبي يا كبير، ما في بيت بدخله في اي مكان الا ما بعمل لي خاطر. ليه مش عاوز تعمل لي خاطر يا كبير؟ كيف تقولك ده؟ ده انت خاطرك على راسي من فوق يا ست فاطمه. ربنا يحافظ عليك يا كبير. دلالاكي كان زماني طخيتها على الهواء مباشره وتويتها بقلب البلاتوه. يا ستار يا رب. يا اسكت يا اسكت يا البتاع دي هتقشعرني. اللي مصبرني على البتاعه دي انك كيف بتاع تامر امين. انت دنيت يا تعلي صوتك بعد البرنامج. الهوى يا كبير الهوى. وردي عيالكم تاني من الفصل الاخير من برنامجكم المحبوب المزاريطه اليوم. في الاول احب اقول كلمه لكل المشاهدين، معلش ما نقدروش النهارده نستقبل ايميلاتكم، الكمبيوتر هند، وبرضك ما نقدروش نستقبل الاس ام اس، الشبكه واقعه. وده ليه؟
عشان الضغط على البرنامج قد كده. اللهم صل على النبي. في وقت يا كبير. لا ايوه منور الدنيا كلها ست فاطمه. نور عليك يا كبير. الله يخليكي. طبعا بعد النجاح الباهر اللي حققتيه في اغانيكي زي عالزرعيه وهدالك ويا ثنبتيك، سمعنا انك بتحضري دويتو عالمي مع الفنان ريكي ماركت، دي صح ولا اشاعه؟ لا مش اشاعه، اعلنوني وانا قلت اسمع الاوديو وافكر اشوف هوافق ولا مش هوافق. والحقيقه عامله دويتو عالمي مع الفنانه العالميه شاكيرا. الدويتو اسمه البنت دي وسطها ما بيهمتش، ويا رب يعجبكم. من ناحية حيعجبني حيعجبني يا رب. طبعا ما هينفعش تكون قاعدة مع ايه. ما تصلى على النبي يا جماعة. عليه الصلاة والسلام. ما فيش حاجة. في ايه اللي حاصل؟ كنت نايم في التكييف ما فيش أي حاجة. خلاص قول أنت، أنت طلعتني من المود. طب يا ست فاطمة، يعني للأسف الحلقة قربت تخلص، وقبل ما تخلص كنت عاوز أقول لك إن فعلا حضرتك أثرتي في الناس جدا جدا جدا. يعني أنا يذكرني موقف، أنا عندي واحد صاحبي سمع حسنين ومحمدين، وحسنين خلف 11 عيل، راح مخلف 11 عيل فعلا. ما هو يا سيدي الناس بتسمع حسنين ومحمدين وعمالين يزربوا في العيال على طول. اللهم صل على النبي، ما هو ده تأثير جامد جامد يعني. ما فيش كلام. وفي نهاية حلقتنا ما يصحش يعني يبقى معنا الفنانة الكبيرة فاطمة عيد وما نسمعوش حاجة، حتسمعينا إيه عاد؟ نقول دوسي يا عروسة. أنا زعلان. لا ريلي ريلي زعلان، انا ما زعلتش كده من يوم ما مايكل جاكسون مات. الناس هنا محليه. ايه يعني؟ مش قصدي مسكره يا غبي، قصدي لوكال لوكال. اوكي يعني سايبيني انا بستايلي ده كله. بص شايف النقشه، انت عارف دي جايبها منين؟ ورايحين يتفرجوا على فاطمه فيست. يعني اعمل ايه؟ اقفل القناه ولا اقلبها قناه مريبه واسميها اشترايك وتقف انت تتميص وتقول زمانها ماما جايه رتبها تاخد جايزه؟ اعمل ايه؟ بص يا جوني، هو مفيش غير حل واحد، انا ما كنتش عايز الجا له بس واضح ان احنا مضطرين. لا 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 توماس ما تتنزلش، محروقه قناه. لا جوني انت فهمت غلط. ما تتنزلش جوني. جوني انت فهمتني غلط. جوني there is only one way. ايه؟ احنا هنضرب تحت الحزام. يا معلم لو عايز ينولك شرف انك تنزل اعلاناتك في اجمد قناه في وجه هيبلي وفي الميدل ايست سون ان شاء الله، يبقى ما تتكلمش معايا في الفلوس. ما تناقشنيش فيها، اللي بقول لك عليه اسمعه وخلاص. ما بتناقش في الفلوس، مات الكلام. مات 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 مات، الله يرحمه، البقاء لله، مات الكلام. ايه ده؟ ايه ده؟ الخط هيقطع، انا ركبت اسانسير، ركبت اسانسير، باي. مش ممكن، هو الناس الجامدة يعني لازم تبقى طول الوقت تليفونات عاملة كده؟ جوني ما ينفعش، لازم تتهاود معاهم شوية بالسعر. أتهاود ليه؟ ليه أتهاود؟ أجمد حد في الميدل إيست إن شاء الله قريب، ليه أتهاود؟ شوف مين؟ مش قادر أرد على حد خلاص. ده هدرس. قول له أي حاجة، قول له اتقلب بيه البتاع ومات. ألو؟ أيوه هدرس. لا 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 أنا جوني، أنا توماس. لا جوني جيسكي وقع بيه في الترعة ومات. اقول لك بلاش ده حمار، ممكن يقلدني وينتحر، قول له اي حاجه تاني. ايوه لا 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 هو هيكلمك كمان شويه. ايه؟ يا نهار اسود. ايه؟ طب خلاص انا هكلمك كمان شويه. سلام سلام. مستثمر سعودي هيمول قناه الكبير. او ماي جاد. هذا وقد قام الكبير مع الشيخ سامر بن حمد بعد افتتاح قناه الكبير 1. الو ازيك يا باشا؟ ازيك يا كينج؟ لا ابدا ابدا مفيش حاجه، هو الاسانسير بس مفيش فيه نتورك. تلغي ايه؟ ليه تلغي؟ على فكره انا 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 عامل لك اوفر جامد جدي، هنزل لك لحد 50. الو الو انا سامعك. ايوه انا سامعك انا سامعك. ما تصعبش. ايه؟ قال لك ايه؟ عمل معايا نفس حركه الاسانسير الواطيه. حلقلي. هاي واتس اب اشلي. مس يو بيب عامله ايه؟ سيتو تمام. ايه كايرو عامله ازاي؟ انت مش متخيل كايرو زحمه زحمه زحمه. اشلي طمنيني، جبت الحاجه؟ حاجه ايه يا عمي؟ راحت سكور، ما تقولها الهدايا، ما احنا عارفين ان راح تجيب هدايا. طيب البضاعه وصلت.
ايه جبت الحاجه والبضاعه ده دي محشيه؟ لا 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 دي دي عاديه محشيه قطن. شور شور هدرس روح جيب بقى الهدايا من بره. طب بالاذن. تعالى هنا. ايه اللي في ظهرك ده؟ او ماي جاد ده عيب خلقي؟ لا ده حير. يا حرام. يعني انت جدتك من مامتك عندها نفس التكوين؟ لا انا بس. ايه الهبل ده؟ انتوا ازاي صدقتوه؟ هو في حلب. تضحك يا احبل؟ تسرقني انا؟ تسرق الراجل اللي عملك وبنيك؟ الحكايه عمرها ما كانت شعر اصفر او لبس كاتشي او انك طول الوقت تقلدني وتعمل. لا لا الحكايه من جوه. عاوز قلدني قلدني جاهد، بس قلدني في الخير في السلام في الوئام. انا بجد مصدوم فيك. امشي من وشي يوم الدين. هاجرز ويت. ايوه اوعدك لو اتغيرت بجد من جوه الدبدوب ده هيبقى ملكك. اوعدك هتغير. كلام رخيص، كلام رخيص قوي يا هدرس. انا عايز اشوف حاجه عملي. لحد اليوم ده ما اشوفش وشك تاني. امشي. طب كل سمحتك. امشي. يا جماعه احنا عايزين نخلص موضوع المحل ده بسرعه. معاك حق، الفالنتاين كمان اسبوع، لازم نلحق نرص الحاجات دي في المحل عشان الناس تلحق تختارها هداياها. انت جبتي حاجه للبوي فريند بتاعك اسمه ايه؟ توماس فوكس اسمه ايه؟ لوكس. anyway جبتي له ايه؟ عشان هو برج الاسد فجبت له ورد وشوكليت واسد لعبه. ده باين ان هما جوز هبل. نعم لا انا قصدي توماس وهدرس. باين. تعالي هنا. برج الاسد ازاي؟ انا شفته ده اخره في الابراج الصيني، برج الجمبري، برج البورس. حرام عليك، ده كل حاجه فيه اسد، شخصيته حركته مشيته ديله. بقول لك ايه، انا بجد يعني نفسيتي تعبت من اللي عملته في هدرس. هو انا قصيت عليه بزياده؟ بص بقى بصراحه يعني احنا كان لازم نسلمه للكبير يمسكه السلك عريان. هو ماله؟ هو تلاقيه يعني ضحيه بيئته، يعني اتولد في عيله مثلا واطيه، اتعلم حاجات زباله من ابوه، يعني مش بايده. طب خلاص ما دام انت شايف كده روح صالحه. معاك حق، وبرضه الحقه يمكن يكون مخبي بطوط في كلسونه. هدرس What a beautiful day. السلام عليكم يا جناب العمدة. وعليكم السلام. ها في حاجة في دماغك معينة ولا تحب تاخد فكرة؟ يعني عايز حاجة على زوجك. طب أنت ستايلك إيه؟ إسهال. إيه القرف ده؟ بقول لك ستايلك إيه مش عندك إيه؟ إسهال إسهال جنابك، يعني لو لقي عندك دوس فلافيل أي حاجة تانية هي مش دي أجزخانة برضك؟ أجزخانة إزاي؟ الأجزخانة العلامة بتاعتها معروفة، تعبان عنده هانج أوفر وبيرجع في حوض أو في كاس. فين هنا بقى؟ فين العلامة هنا؟ كل الدباديب دي شايفها جزخانة ازاي؟ ومن المكان ده ايه طيب؟ جفت شوب. عيد الحب كل سنة وانت طيب. جفت ايه وبتاع ايه؟ وبعدين احنا فين والعيد فين يا بيه؟ يا بني ادم انت 14/2 ده عيد الحب، يعني كمان كام يوم لازم كل راجل من اهل البلد يجي هنا علشان يشتري هدية دبدوب ورد لمراته علشان يعبر ليها عن حبه في عيد الحب. يعني بدل ما ادخل على قلب شوية فاكهة ولا ادخل على وليها بكيلو لحمة ادخل لها بدبدوب؟ يا راجل عيب عيب. انا اقول لك نصيحه واحده لوجه الله، اقفل المخروبه دي، انت مش عيل صغير. لا حول ولا قوه الا بالله. كئيب موت. بيوتيفول داي فور ريل. خلاص بقى يا جوني كابني. معلش خلاص لازم دلوقتي نركز علشان زمان الناس هيخلصوا شغلهم ويجوا على هنا اكيد علشان ياخدوا الدباديب بتاعتهم. سو ويرد سو ويرد. يا ريتنا كنا فتحنا محل كشري. مفيش حد هنا فاهم يعني ايه فالنتاين، واستحاله يفهمه ولا حتى بعد 100 سنة. ليسن جوني، المحل بجد تحفة، بس احنا محتاجين نكثف الدعاية بتاعتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اللي قول لي يا كبير، هو ايه هالفالنتاين ده؟ هي شوطه في البلد ولا ايه؟ ده عاشر حد يسالني عن الزفت ده. الفالنتاين ده تجليعه من تجليع الامريكان وبنونا بيها. شوف يا هدي، الفالنتاين ده الناس بتصحى فيه الصبح يلبسوا استغفر الله العظيم ويقعدوا يتمايسوا على بعض طول اليوم ويبعثوا لبعض اس ام اس كلها استغفر الله العظيم. وبعد كده ينزلوا يشتروا بتاع كده استغفر الله العظيم ويلفوه. باه. واخرة الليل يتلموا مع بعض ويعملوا استغفر الله العظيم. واه استغفر الله العظيم. في ايه هدية؟ انت قلقتني بالمسج اللي انت بعتيها دي.
دلوق أنا عاوزة أسألك سؤال. تفضلي. إيه الفالنتين ده؟ طب ومطيستك ليه هدية؟ أحسن استغفر الله العظيم تطلع حاجة حرام ولا حاجة. لا طبعا مش حرام. شش وطي حسك بلاش فضايح. فضايح إيه بس؟ يا هدية الفالنتين ده يعني عيد الحب. عيد الحب يا هدية. طب أنا فهمتك دي من التلفزيون، بس الكبير قال لي إن هي حاجة استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم إيه بس؟ ده يوم بيحتفل بيه الراجل والست حبهم، يعني بيقولوا كلمتين حلوين لبعض، بيتعشوا عشوة حلوة كده يعني. طب أنا الكبير عمره ما عمل معايا الحاجات دي. لأنك أكيد مش بتحاولي تحسسيه بمشاعرك دي، لازم توصليه مشاعرك دي بحاجات كتير زي الهدية مثلا. ده أنت حتى اسمك هدية. هو لازم الموضوع الهدية ده؟ طب ما ينفعش ندل بعض فلوس؟ فلوس هي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير جه معاك يا فزاع؟ لا ما جاش، لكن بعتني اجيب له طلقه من المكتب عشان الطلقه اللي معاه خلص. طب اطلع هتلقى الطلقه في الجردة تحتاني. امر جنابي. ها قولي. بصي يا هدية، الهدية دي بتعبر عن الحب، ومهما تكون الهدية بسيطة بتكون في عيون الرجل والست حاجة كبيرة جدا. ده ايوه يا ست هدية. بتعمليه عنديك؟ بجيب المنجل. المنجي منجتي؟ انت مش جايلي طالع تجيب طلق؟ ايوه بلا بلا باخده، قصدي الطلق. الطلق يا ست الناس، الطلق. قال منجا، قال احنا فين والمنجا فين؟ قوم يا تفز. امر جلال. الحمد لله على السلامة يا كبير. الله يسلمك. يلا يا ولي جهزي لي العشاء. أمرك يا كبير، أمرك. أنت طرشتي ولا إيه؟ فين الوقت؟ جاهز يا كبير. أمال في إيه؟ أصلي كنت عاوزة أقول لك حاجة كده. إيه؟ بص لي في عيني يا كبير. خبر إيه يا ولي؟ بص لي زين. أها. انت مين مغمطيه سيدي؟ انا بحبك قوي يا كبير، بحبك من كل معميعي وما اقدرش استغنى عنيك واصل. يلا عاد قول لي كلام حلو انت كمان. عيني بس انت عارفه اني بستحي يعني اتضيري شوي. ماشي يلا. يا ابو الخير حضر لي الوكله. ولي ها ايه اللي حصل؟ ضربني بالبلغه. ايه ده ليه كده؟ كان جعان وعايز ياكل. اكيد انت عملت حاجه غلط يا هديه. ان شاء الله عدمك ما عملت حاجه غلط، انا نفذت كل اللي قلتي عليه. امال هو كده ضربك من غير اي تفاهم؟ لا هو قال لي اتدير الاول وبعدين شوحني بالبلغه. اوكي انا فهمت النوع ده من الرجاله، النوع ده بيحب السربرايزز. انا بقى اخليكي تعملي له ليله فالنتاين عمره ما هينساها. ماشي. يا معلم جهادي ما تفضحنا يا جسمي. انت عرفتني كيف؟ وانا توه عنك يا معلم، ده احنا وشنا في وش بعض ليل نهار. الا انت ايه اللي جابك؟ مش قلت انك هتتزف؟ طب ما انت كمان قلت انك هتحط احمر وتقعد في البيت كيف النسوان وهتترقص كمان. انا ما جبنيش هنا الا الشديد القهوة يا معلم. ليه؟ مرتك بوزها شبرينك في البومة وقاعدة قرفاك في حياتك ليل ونهار عشان موضوع الفالنتين ده؟ ايوه. لكن انت عرفت كيف؟ ما هو ده اللي جابني انا كمان يا ابو مخ ظلم. بس انا الموضوع قلب عندي صريخ ولطمه وليله ما يعلم بيها الا ربنا، قلت اخذها من قصيرها واندل اجيب الهديه واطاطي للريح. صح يا معلم، ربنا يكفيك شر كده النساء. امين يا رب العالمين. يا دي زوير، لا انا شفتك ولا انت شفتني، سامع جد؟ عيب عيب يا معلم، سرك كبير يا معلم. جهادي جسمه جسمه جسمه. السلام عليكم. ايه ده فزاع، ايه المفاجأة دي؟ انا مبسوطة قوي انك جيت النهاردة. صح صح مبسوطة. ايوه طبعا مبسوطة ان كل اهل المزرطية جم النهاردة عشان يحتفل بالفالنتاين. ربنا يفرح قلبك كمان وكمان يا ست شلي. هقولك يا ست شلي، عاوزة اجيب هدية. دي للجيرل فريند بتاعتك صاحبتك يعني؟ لا يا لسه ما بيجيتش الجيرل فريند، انما انا ناوي النهاردة يبقالي. ناوي هديها الهدية واقول لها وتقول لي والحديد ده. جريت، برافو عليك يا فزدع، دي مناسبة هايلة عشان تعمل كده.
اخترت حاجة؟ لا اختاريه وانتي سيدة الاختيار الأولى. نجلي انتي حاجة وش القفص كده على زوجك الحلو. طيب هي بتحب ايه؟ هي عاملة زيك كده، هتحب المزازيك. طيب مش بتحب اي حاجة تانية؟ ما خبرش اصلا انا معرفش عليها حاجات كتير يعني، لما هي عاملة زيك كده. طيب انا هحاول اضبط لك حاجة على زوجي، تحب نلفها؟ لا تلفي ايه؟ هقول لك دي كيف النسمة، ما هتشربش مخدرات. مخدرات؟ انا قصدي الفها لك هدية كادو. اذا كنت انت حابة تعمل كده لفها لي. تحب معاها كارت؟ لا ده اكيد خط. You are a big donkey. ربنا يجبر بخاطرك. روح انت فزع دلوقتي وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. باي. سلام عليكم. احنا كده تقريبا خلصنا. بص هدايا زي ما اتفقنا، عشان رومانسي كلمتين حلوين طلعي له هدايا وانت بتقولي له in a very romantic way happy valentine. سوري بيبي. كل سنه وانت طيب يا احلى حاجه في حياتي. ولو ما تاثرش برضو اطلبي الطلاق على طول. تفي من خشمك طلاق ايه اللي قولي لي يا اشلي، تفتكري الحاجات دي هتجيب نتيجه معاه؟ الحاجات دي بتجيب نتيجه مع اي راجل اصلا، بس انت كده ما تبقيش مقفله. فتحي فتحي. Life is beautiful girl. اوكي ماشي. Perfect. Let's go. صحيح ما تحطلوش الأكل كل مرة واحدة لأن مني واحدة واحدة. المهم يعجب فايدة بس. ما تقلقيش. Good luck. You too. لا ده أنا بس نسيت الموبايل بتاعي. هنا في اوضتي. لا 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 لا، كل عام وانت طيب يا ست الناس. هابي فالنتاين دي. سو مين اللي قال ان الحريم هتحب المفاجآت؟ مش انت؟ طب انت عايز ايه دلوقتي؟ بصراحه كده يا ست شلي انتش غريبه، انت من يوم ما طليتي على البلد كيف البدر في سماه، وانا حالي بقي غير الحال. احنا مش الليل ولا النهار. Are you okay؟ انت سخن ولا حاجة؟ لا يا ست الناس، دي صورتك اتفحرت في قلبي، ما عاد فارقش خيالي، دايما صورتك قدامي، وانا باكل، وانا بشرب، وانا بزرع، وانا بقلع، وانا بلعب التليفون، صورتك دايما قدامي يا ست الناس. انا استشلي. انت ايه انجز؟ انا بحبك، بحبك استشلي، بحبك. Oh my god، فزاع، انت فاجئتني. ده اليوم اللي كنت بحلم انه ما يجيش. بص يا فزاع، انا مش عايز اجرح مشاعرك بس I got a boyfriend in America. What؟ انا مرتبطة. مرتبطة كيف يعني؟ متجوزة؟ لا مش متزوجة يعني، بس يعني انا بحب واحد في امريكا. بص ده لوكس. ده لوكس؟ من غير خلقات. لو عاد حب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما فتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لساه بريء تحكم ظلمك كيف بريء، وتفوق قلبي لحاله غريق في التيار. اتحملت معك فوق طاقتي، كان إخلاصي هو خطيتي، كان إحساس إنك مش ليا صدمة حقيقي تقيلة عليا، كان إحساسي بغدرك بيا كله مرار. لو حبيتني كنت تضحي، كنت ما تجرحنيش في عواطفي، كنت ما رحمتني لحظة ضعفي، كنت وقفت معايا بصفي وأنا بلها. ويا كبير قالي ساعة بنده عليك يا جلوس الطين، كنت عم تحلم ولا ايه؟
ليه يا كبير بنهار؟ تنهار؟ تنهار؟ فين ستك هدية؟ يا كبير اخفي جوا، اخفي جوا، وانت اخفى من وجهي يا كئيب، وابقى علي الحكاية. ايه يا ولي يا مخبل اللي انت لابساه ده؟ في رجالة معنا في الدوار. ما فيش غيرنا في الدوار يا كبير. ما الوجه فزعك انا هنا دلوقتي؟ ما هو غرفة داهية يا كبير. نفض له عادة وركز معاي. انا محضرة لك مفاجأة. باه، طب ايه قول لك عادة ان انا كمان محضر لك مفاجأة؟ طب قول انت الاول. لا قول انت الاول. تعدمني اللي انت قايل. ما تضايقيش خلق مالي يا ولي، لا اسفخ الكف افلقك نصين. طب تعال نخش الأوضة. المفاجأة في الأوضة؟ أيوة، بس غمض عينيك الأول. حريقة! حريقة! ده أنا كنت محضرة لك ليلة ولا ألف ليلة، وكنت جايبة لك هدية وعملت لك عشوة عشان تعرف قدي أنا بحبك، بس كله راح. الهدية اتحرقت والأوضة ولعت والأحمر باص. خلاص يا هدية، ما تبكيش ما تبكيش، بس يا بنت قولي خلاص عاد خلاص. ايه ده؟ ماشي بنتي هدية، ما عاوزاش تعرف المفاجأة بتاعتي؟ ايه ايه، قلت لك لعبة البوكس جديدة. انا مش مصدقة يا كبير. دي عشان البلنطين؟ لا دي عشانك انت. ربنا يخليك لي يا كبير، الهي ما يحرمني من دخلتك علي. مش هتسمعني حاجة حلوة عاد؟ والله انا ما جهزتش، بس عشان خاطرك انت والله. ايه يا كبير انت حتغني؟ بقول لك قول لي كلام حلو. أنا أقول لك آه، بس ديري وشك الناحية الثانية عشان بس تحكي. ماشي، حتضرب؟ لا. بحبك يا بقرة. أنا هموت يا توماس. لا ريلي هموت، إحنا بنعمل في نفسينا كده ليه؟ خلصت؟ لا. لسه ناقص لي 4 مجموعات بايسبس ومجموعتين تراي وهرجع امشي تاني. لا يا جوني مش هينفع، احنا لازم ننزل دلوقتي، عندنا مشوار كتير جدا. لا دلوقتي ايه، مش هينفع النهارده، انساه خالص. جوني انت بقالك 3 ايام قاعد في البيت، انت اخر مره نزلت كان هنا في الجنينه عشان تاخد تان. وهي الشمس يومك هتتفوت يا توماس، اتليست مش حر زي النهارده وفرهضه. طب خلاص نستحمل الكام مشوار دول، واوعدك من بكره هناخد 3 ايام اجازه. ما توهمتش، ما اشعرتش، ما هزتنيش ذره، بس اني واي اشتغل هطلع معاك. عايزه تشيك الفيسبوك بس الاول، هات اللابتوب كده. الخاين الجبان مالك يا اشلي، في ايه؟ لوكاس بيخوني. طب ما عادي، قصدي اقول يعني ايه اللي خلاكي متاكده انه بيخونك يعني؟ انا اصلا من الصبح وانا حاسه ان في حاجه مش مظبوطه. تخيل النهارده الصبح لقيته بعت لي مسج بيقول لي فيها خلينا اخوات بقى وانا بحبك زي اختي و... لا لا لا، ده كان بعت رساله حب، ودي مش عوايده. واللي اكد لي كمان بقى اني دخلت على الفيسبوك لقيت لقيت صوره بقى على الوول، بقى ماسك بنتين حلوين هات شيكس وبوجي نايت وعاملين بوزات. لا لا لا، دخلت على البرج بتاعي لقيته بيقول لي الخيانه تترك بيبك من الحبيب. يا سلام. طب لعلمك بقى، الناس اللي ما بتثقش في حكايه الابراج دول ناس سوري جهله، لان انت لو دخلت على برجك كل يوم هتلاقيه بيقول لك فعلا اللي بيحصل لك. ايه ده بجد؟ طب انا ايه؟ انت الدلو صح؟ اوكي بص يا سيدي، من الافضل الا تغادر المنزل اليوم، فسوء الحظ ينتظرك بالخارج. اللي هو ايه ده؟ اللي هي ايه دي؟ دهري من هنا لحد الاسبوع جاي، انسى. جوني انا لو اعرف اعمل مشاويري لوحدي كنت رحت عملتها، بس للاسف انت لازم تكون موجود معايا. ربنا يكفيك شر الطريق ويكفيك شر المداري ويحبب فيك خلقه. مع السلامه يا كبير. الله يسلمك، ابعت لك الواد فزاع بالحاجه. ماشي. ايه ده كبير، انت نازل؟ لا طالع. طالع يا كوميدي. طب هتنزل ازاي وانت دلو؟ دلو ايه يا جزمنتي؟ تتجننتي ولا ايه؟ مش انت برجك زي برج جوني؟ انت عارف برجك النهارده بيقول ايه؟ من الافضل الا تغادر المنزل اليوم، فسوء الحظ ينتظرك بالخارج. سوء الحظ ينتظرني بالخارج؟ لو قليل تنطين الطين. تعال يا سوء الحظ، تعال يا مخاطر.
داري كده ولا انا داري كده ولا داري كده ولا انا ده ليه بين داري واحنا نداري وهو ايه يا كبير؟ كانت بتمطر بره ولا ايه؟ الفرفور ده وتصدق في الخرافات؟ واه بيتك لبت سنينك. ايه اللي بالك كده يا كبير؟ حد زباله كب علي مي وسخه. يلا قوام حضري لي خلقات نظيفه حق مع وقت. يلا يا غزال يا غزال العشق حلال دواب تاني دوب خليتني خيال يا عين يا عين يا ربي يا عالم بالحال يهد حبيبي وجسبه عاد يا ربي يا عالم بالحال يهد حبيبي وجسبه عاد. صباح الخير يا أسد. صباح الخير. قلعت الكبير. ايه يا كبير؟ هي بتمطر عليك لوحدك ولا ايه؟ يا شندلتي انت برضك بليت نفسك تاني يا كبير؟ طب اطلع اطلع عم اغير لك. واه حظك اليوم احترس الخيانة تأتي من بيتك. احترس برضك الطعنة تأتي من اقرب الناس اليك يا اولاد الفرقوس. يا كبير بتقول ليه الواد ده؟ ما نقولش حاجه. امال ايه الصندوق ده؟ صندوق ده تضربه بتاع ست اشلي. فيه الصندوق ده يا اشرف؟ وليش عرفني يا كبير؟ لقيت روحات المحطه القصر جبتهم له. وين الفلوس اللي اديتها له دي؟ فلوس؟ شفتك بتدي له فلوس؟ ايوه 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 دقشين كنت مزنوق فيهم خدتهم منه بردهم له. الكلام ده ما يعمرش دماغي واصل. صدقني يا كبير. تعرف يا اشرف لو كنت بتكذب أنا أمسكك السلك العموم يا ريان. أنا شامم ريحة حاجة بيطبخوها من وراي. وموضوع الأبراج ده صح ولي؟ أنا ما فهم شيء. الناس دي بتدبر لي إيه من وراي؟ عاوزين مني إيه؟ ما فيش غير البت هدية اللي هتجيب قرار الموضوع ده. يا هدية! في حاجة يا كبير! بتعمل إيه يا بت؟
اصل السكاكين كلها تلمت فقلت اما سنهن. احضر لك الغداء؟ عملت لك الوكل اللي بتحبه المفتيك. مفتيك؟ لا لا، ما عدتش اكل المفتيك. انا بديت نباتي، ما اكلت غير السوسيس. انتبه، فالمكائد تدبر من حولك. تبعينا مرار طافح. لا تثق في احد غير نفسك. قتلت مين الولية دي؟ جوزها يا سيدي، جوزها.